أهلا بكم مشاهدينا في تغطية حية ومباشرة لنسخة استثنائية من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2024، الحدث الأكبر عالميا في قطاع الطاقة، والذي يحتفل بمرور 40 عام على انطلاقه، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وتجتمع هنا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك قيادات قطاع الطاقة العالمي في دولة الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الضخم، والذي تستضيفه أدنك تحت شعار تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة. ويسلط الضوء اليوم على الدور النوعي للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة. أهلا بكم مشاهدينا. هذا الحدث العالمي تتواجد فيه العديد من الشركات العالمية والمحلية، 2200 شركة من 160 دولة. 60% من الشركات المتواجدة هي شركات عالمية، و40% حوالي 910 شركات محلية لشركات إماراتية في دولة الإمارات في قطاع النفط، الغاز، الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات. وكما رأينا قبل قليل مجموعة من الأرقام التي تعكس النمو الحاصل في هذا المعرض والمؤتمر العالمي الذي يركز على قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وبتقنيات وتكنولوجيا حديثة تخفض من انبعاثات الكربون، وهي استراتيجية أساسية في دولة الإمارات ودعما للاستدامة، وأيضا بالتوازن مع الطلب العالمي على هذا المصدر الحيوي والخاص، ولكن بالحفاظ على البيئة. شركات عالمية وجدت مقر لها في دولة الإمارات، شراكات بين شركات محلية وشركات عالمية في التصنيع وغيرها. إذا ما ذهبنا إلى أيضا قطاع التصنيع، وأيضا هناك كانت مبادرة شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك، وهي القيمة المحلية المضافة بالتعاون بين الشركات التي تتم التعامل معها هنا في دولة الإمارات، وبالتحديد مع أدنك، فوجب على هذه الشركات فتح هنا مصانع، أيضا المنتجات التي تقوم باستيرادها أو استخدامها فعليهم هنا اليوم بالشراكة مع الشركات المحلية إعادة إنتاجها في دولة الإمارات وفي العاصمة أبوظبي، مما يفتح المجال لدعم الاقتصاد، توفير الوظائف، قطاعات حيوية جديدة. إذا ما ذهبنا لشركة عالمية اليوم ونتحدث عن شركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، الشركة العالمية الكبرى في مجال الحفر ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الشركة التي قامت مؤخرا في التعاون مع شركة الغيث للطاقة في العاصمة أبو ظبي لافتتاح أحد أهم المنشآت الجديدة على مساحة 46 ألف متر مربع، وتستهدف بدعم العملاء انطلاقا من أحد المراكز الرئيسية للطاقة في العالم. سيوفر مركز حلول للتحكم في الضغط السطحي لمجموعة كاملة من معدات وخدمات فوهات الآبار، ومجموعة صمامات أحكام سد الآبار للعملاء في الشرق الأوسط وحول العالم. وسيسهل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الإمدادات المحلية للمعدات الأساسية، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الشحن وتبسيط عمليات التسليم وتعزيز لوجستيات سلاسل الإمداد للعملاء. هذا الافتتاح كان في إيكاد واحد في أبو ظبي، وكما نشاهد هنا بحضور مسؤولين من أدنك ورئيس مجلس إدارة بيكر
هيوز وكذلك عدد من المختصين في الشركات. هنا نرى افتتاح هذه المنشأة والتي ستكون الأولى من نوعها لتوريد هذه المعدات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وسيكون المقر العالمي خارج هيوستن لشركة بيكر هيوز في العاصمة أبوظبي، وباستثمارات تقدر بأكثر من 700 مليون درهم. ومشاهدينا أيضا نتحدث هنا، ويسعدني أن ينضم معنا في هذه اللحظات من إحدى الشركات الوطنية في العاصمة أبوظبي ومن المسعود للطاقة دكتور أحمد التنير، رحب فيك اليوم. واليوم كيف ترون هذه النقلة النوعية لهذا الحدث العالمي وأربعين عام من الاستمرارية وكذلك النمو والنجاح؟ يسعد صباحك. حياك الله. كيف حالك؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير. بخير. وثاني شيء يعني 40 عام من الاستمرارية مثل ما تفضلت، 40 عام من النجاح، 40 عام من الابتكار. ولو ما البيئة الحاضنة في دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار، نحن ما وصلنا لأربعين عام، وإن شاء الله مكفيين لأربعين عام القادمين. هذه الاستمرارية بمعارض مثل معرض أديبك إذا بتدل على شيء، بتدل على الشغف للتطور والشغف للابتكار، وطبعا بناء الشراكات العالمية والاستراتيجية. دولة الإمارات الحمد لله هيدي نعمة إنه نحن دائما نطلع على الشراكات العالمية والاستراتيجية للاستمرارية، مش بس لدولة الإمارات أو لقطاع النفط والغاز، بالعكس هيدا التطور اللي حاصل لجميع القطاعات، ومن هون عم نصدر الابتكار. يعني العنوان تبع أديبك 2024 هو دمج الطاقة بالذكاء الاصطناعي. نعم. وكيف الذكاء الاصطناعي اليوم بخلي الطاقة أو مجال الطاقة بالمجمل في تطور، ونقدر نلحق الطلب العالمي على الطاقة. طبعا معادلة يمكن في عالم ما بتحسها كتير مجدية، بس نحن لأنه في مجال الطاقة وبندعي المستثمرين طبعا إنه يستثمروا في مجال الذكاء الاصطناعي يلي بيروح على سكتر الطاقة. وهذا الاستثمار طبعا نحن عم نفيد مش بس دولة الإمارات مثل ما قلت، عم نفيد العالم كله. يعني العالم كله في تطور متسارع، بس التطور المتسارع والمصانع والمستهلكين وجميع القطاعات بحاجة لطاقة، والطلب المتزايد على الطاقة. إذا نحن اليوم نحكي بس بالطاقة الحالية المتواجدة مش عم نلبي. يعني نحن حتى اليوم، حتى يومك هذا، إذا بتتخيل في 850 مليون بشري بحاجة لطاقة، بحاجة لكهرباء، ما عندهم كهرباء. يعني الطلب موجود والشركات موجودة والإنتاج موجود. نحن اللي بدنا نعمله بدنا نكثف الإنتاج وبدنا نعلي الإنتاجية ودائما نحافظ على البيئة. وهذا اللي الإمارات عهدت بكوب 28 السنة اللي طافت، واستثمرت بصندوق استثماري أكثر من 100 مليار دولار. هذا كله يعني إذا بدل على قديش دولة الإمارات مهتمة بالبيئة ومهتمة بالنمو العالمي للطاقة، ومهتمة إنه اليوم كل إنسان على وجه الكرة الأرضية يكون عنده طاقة. لأنه طبعا الطاقة على مر السنين، من سنة تقريبا إذا بنحكي من 1960 وجاي، صح، إذا بنمشي من 1960 وجاي، الطاقة تقريبا علت من مدخول تقريبا مليار إنسان على وجه الأرض. يعني في مليار إنسان استفاد من الطاقة، إن كان عامل ولا إن كان مستفيد ولا إن كان مستهلك ولا إن كان شركات ولا مصانع. فهذا التطور اللي حاصل الحمد لله، يعني إذا منلاحظه عم بفيد البشرية أجمعين. فالذكاء الاصطناعي طبعا بيلعب دور جدا مهم بتطور الطاقة، بيلعب دور جدا مهم باستمرارية الإنتاج، وبيلعب دور جدا مهم بالداتا ترانسميشن، ويكون عندنا نحن بروبر جايدنس. اليوم دكتور أحمد، اليوم تواجد الشركات العالمية في منصة واحدة اليوم في العاصمة أبوظبي، ويوم عن يوم دورة عن دورة تزيد
عدد الشركات اليوم أكثر من 2200 شركة من أكثر من 160 دولة. تعملون في هذا القطاع، مستثمرين في هذا القطاع، شو يعني لكم استمرارية نمو عدد الشركات وأيضا مشاركة شركات جديدة عالمية جنبا إلى جنب مع الشركات المحلية الإماراتية؟ يعني دائما بقطاع الأعمال في عنا معادلة جدا نحن دائما نرسم ونطلع عليها، اللي هو معادلة العرض والطلب. صحيح. طالما الطلب موجود طالما العرض موجود. هلأ طريقة العرض اليوم وطريقة أنه نوصل للطلب الموجود عالميا والسرعة في الإنتاج هو اللي بيلعب دوره. فالشركات اللي نحن عم نبنيها مع الشركات العالمية ومن ضمنها شركة المسعود للطاقة، دايما نحن بنستفيد من الخبرات، ويلي نحن عم نعمله بدولة الإمارات عم نجيب هذه الخبرات على دولة الإمارات لتصير تتصنع وتتصدر من دولة الإمارات إلى العالم. هذا الابتكار اللي كنا عم نحكي عليه، وطبعا بقيادة القيادة الرشيدة الموجودة داخل دولة الإمارات وحرصها اليوم على السلامة وحرصها اليوم على البيئة وحرصها اليوم على تصدير الخبرات، هذا بيلعب دور جدا مهم وحافظ للشركات الوطنية اليوم أنها دائما تطور أعمالها ودائما تتطلع على ما هو الأفضل للعالم. كل التوفيق ونستمر معاك، ولكن دعني أذهب إلى أحد مصانع أيضا معدات الطاقة والنفط والغاز في العاصمة أبو ظبي، وينضم معنا من هناك سعادة غيث بن هامل الغيث القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغيث للطاقة. رحب فيك سيد غيث بداية، واليوم ماذا تعني لكم مشاركتكم في معرض أدبك 2024 في دورته الحالية؟ مرحبا أخ حامد، شكرا على هذا الوقت اللي أعطيتونا إياه. أدبك له أهمية كبيرة بالنسبة لنا كقطاع نفطي في إمارة أبوظبي. هو تطور كبير له، طبعا نحن 40 سنة الآن لهذا المعرض، والمشاركة كبيرة من ناحية العارضين. طبعا ما يخفى عليكم 2200 عارض، و40% منهم 40% منهم مواطنين دولة الإمارات، شركات مواطنة دولة الإمارات. نحن الآن طبعا أدبك له عوامل كثيرة تنعكس على اقتصاد إمارة أبو ظبي، من الشركات العالمية، المصنعين العالميين، يعني زي ما تقول هو جوهرة اللي كل الأضواء عليها من أنحاء المنطقة والعالم كامل. دولة الإمارات كمتمثلة في أدنوك تنظر إلى أحدث تكنولوجيا وكل عارضينها من الشركات اللي عندها برودكت يكون مناسب لأدنوك بحداثته وبتطوره اللي هو يكسب سمعة. ما أقدر أقول لك يعني أنا شاتي مجروحة، أنا عارض في أدبك. طبعا أنت تقدر تسأل كل الآخرين تلاقي أن أدبك له بصمة كبيرة في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات وخاصة في إمارة أبوظبي. نعم، أيضا سيد غيث، إذا ما تحدثنا عن الشراكة بينكم وبين بيكر هيوز اليوم الشركة العالمية لمعدات الحفر وتكنولوجيا الحفر وانتقالها من هيوستن إلى أبوظبي، ماذا تعني لكم هذه الشراكة وهذا الاستثمار وكذلك هذا المصنع والمقر الإقليمي للشركة للحفر في أبوظبي والمقر العالمي خارج هيوستن في أبوظبي أيضا؟ أخ حامد، نحن بالنسبة لنا بيكر هيوز نحن شراكة قديمة معهم. طبعا من 4 سنوات الغيث للطاقة أوردد من أدنوك بعقد من أكبر عقود اللي هي للأوفشور في الويلهيدز. نحن الآن الحمد لله هذه الثمار التي وضعتها أدنوك من القيمة المضافة لإمارة أبوظبي. هذا المصنع أحد المصانع اللي هي تكون من نوعية
وليس من المصانع المتكررة طبعا، هي مصنع لأنه هو تكنولوجي عالي. المصنع حيغطي إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة والخليج، وحينطلق منه إلى العالم. طبعا بيكر هيوز نقلوا الهيدكوارتر مالهم إلى إمارة أبوظبي، هذا المصنع حيكون بالنسبة لهم انطلاقة من أبوظبي. كفاية فخر أن كل والهيدز من هذه اللي تشوفون في المصنع مكتوب عليه صنعة في دولة الإمارات، صنعة ميد إن يو إي. طبعا مركزين على القيمة المضافة مش بس في هذا المصنع، نحن عندنا التوظيف على قدم وساق في التوطين. نحن عندنا 150 تقريبا قاصر زايد، بس إن شاء الله نحن اليوم أقول لك 150، ممكن بكرة أقول لك 154 155. فهذه هي توطين الصناعة بشبابنا وشاباتنا. نحن الآن حامد بالنسبة للغيث للطاقة، الغيث للطاقة طبعا لو ما هذا الدعم من القيادة الرشيدة أولا، ومن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على كل القطاعات عامة، لكن أتكلم كقطاع النفط والغاز، أدنوك لها الشكر في وقوفهم. هذا عمل جماعي بالنسبة لنا، عمل جماعي بين الغيث وبين أدنوك والحكومة على رأسها. طبعا الغيث مصممة ماضية قدما، نوعد القيادة الرشيدة ونوعد أدنوك بأن نحن مستمرين في جذب صناعات قيمة مضافة لإمارة أبوظبي. صناعات مش أي صناعة، صناعة اللي هي فيها تكنولوجي عالي، صناعة نادرة، صناعة تكون متخصصة، صناعة في شيء ينفعنا وينفع البلاد عامة. وجزاكم الله خير أخ حامد يعني على هذا اللقاء، ومشكور كل الشكر. في أمان الله. كل الشكر لك سعادة غيث بن هامل الغيث القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغيث للطاقة على هذه المداخلة وعلى المعلومات، كذلك والشراكة مع شركة بيكر هيوز لخلق صناعة تكنولوجية فريدة من نوعها في الإمارات وإيجاد فرص وظيفية كذلك للمواطنين. وأرجع إلى دكتور أحمد التنير من المسعود للطاقة. دكتور، لكم شراكة مع شركة توتال في نفس هذا المجال، في مجال القيمة المضافة، وأظني لكم أيضا بعض العمل المشترك لإيجاد أيضا صناعات محلية. صحيح. أول شيء خلينا نبارك له للأخ غيث، وطبعا هيك نوع من الشراكات نحن كشركة وطنية منشوف حالنا فيها، وإن شاء الله إلى المزيد من النجاح والتقدم لشركة الغيث، وما بنتمنى لهم لكل خير. نحن كمان الحمد لله بنينا شراكات استراتيجية مع شركات عالمية. نعم. ومن ضمنها يعني إن شاء الله بالمعرض عندنا التوقيع مع شركة توتال إنرجي. توتال إنرجي نعم. نعم. بالرينوبل تكنولوجي. نحن الحين الحمد لله استثمرنا تقريبا ب 300 ألف متر مربع في منطقة آيكاد 2 آيكاد 2 الصناعية. نعم. نعم. وعندنا تقريبا الفيز 1 بيتسلم بشهر 12 آخر السنة. آخر السنة، وعندنا فيز 2 بيتسلم بشهر 6 إن شاء الله 2025. هلأ طبعا كل المناطق الموجودة داخل الأرض حتكون الطاقة المستخدمة فيها طاقة سولار تكنولوجي. تعاون بينكم بين توتال إنرجي لتوليد الطاقة لمشاريعكم. صحيح. عبر الطاقة النظيفة. النظيفة. فإن شاء الله التوقيع حيكون خلال معرض أديبك. وهيدي طبعا استمرارية من عندنا نحن كشركة وطنية، وتماشيا مع استراتيجية الدولة. فهذا المشروع يعني حيكون بإذن الله شغال يعني بده تقريبا 9 شهور لنبني كل اللوح الشمسية ونعمل انستوليشن للباتريز والانفرترز والمكملات تبع النظام. نعم. وحيكون الطاقة البديلة المستخدمة في الأرض. فهذا نحن مثل ما بيقولوا كوميتمنت من عندنا نحن كشركة وطنية تجاه الاستراتيجية الدولة.
هلا في عندنا كمان شراكات مع شركة البي جي بي الصينية، والحمد لله أخذنا عقد بإذن الله التوقيع تبعه ثاني يوم أديبك مع شركة أدنوك الحفر لحقول لاستكشاف طبعا في الخدمة اللي بنقدمها نحن والمسح الزلزالي، فمسح لمناطق في البر والبحر ان شاء الله، هذا كمان قيمه مضافه لدوله الامارات، والشركه الصينيه كمان صار عندها مكاتب هون، وان شاء الله اي شيء بيحتاجونه نحن نوفر لهم كامل التجهيزات والامور التقنيه والعمليه كمان. شركات يعني دوليه ما شاء الله، ونفتخر بان الشركات الاماراتيه وصلت الى مستويات جديده ومستمره وتحقق نجاح تلو الآخر. دكتور أحمد تنير مدير عام شركة المسعود للطاقة، شكرا على تواجدك وعلى هذه المعلومات والشراكات أيضا اللي تدعم الاقتصاد الوطني وكذلك نمو الشركات المحلية. مشكورين ويعطيكم العافية. الله يعافيك. ومستمرين معكم مشاهدينا في تغطيتنا لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2024، وننتقل الآن بدء الحفل الرسمي لانطلاق هذا المعرض أدبك بعد 40 عام من النجاح والاستمرار هنا في العاصمة أبوظبي، حيث يجتمع قادة الأعمال والمختصين في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. الجميع اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في واحدة من أكبر معارض النفط والغاز على مستوى العالم، وبشهادة الرؤساء المختصين لهذه الشركات، كما كذلك تواجد كبير لمسؤولين في قطاع التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، التمويل، الاستدامة وغيرها، كون هذه القطاعات أصبحت مكملة للقطاعات الأخرى. وفي هذا المجال وفي هذه اللحظات نرى بداية ووصول سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي لافتتاح هذا المعرض والمؤتمر الدولي أدبك 2024، ومشاركة واسعة بتنظيم من شركة أدنوك، وكذلك مشاركة أكثر من تقريبا 185 ألف زائر يتوقع لهذا المعرض، 2200 شركة من 165 دولة، كذلك أجنحة أكثر من 54 جناح وطني، شركات إماراتية، شركات دولية، الكل يتسابق لوضع اسم وجناح له في هذا المعرض، كونه فرص للالتقاء، التعارف، تبادل الخبرات، الآراء، المشاريع وغيرها الكثير الكثير، وعلامة تجارية، علامة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. وهكذا دائما العاصمة أبوظبي محط أنظار جميع العالم في العديد من القطاعات، الاستدامة، الطاقة، العقارات، التمويل، الذكاء الاصطناعي الذي يتواجد اليوم بحضور بالأمس رئيس مايكروسوفت وكبرى الشركات العالمية.
In today's complex world, energy continues to drive us forward. Powered by our collective effort, it binds us together. A whole universe of diverse voices shaping a more sustainable future. The climate, our delicate canvas, is one we must all protect. As humanity's demand for energy expands, ambition fuels innovation. AI marks the dawn of a new era, powering possibilities and opportunities for all. Today, energy, innovation, and climate entwine. And tomorrow will be born from the bold actions of today. Connecting minds, transforming energy. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، رحبوا معي بعريف الحفل في افتتاح الدورة 40 لأديبك كبيرة المذيعين الدوليين في قناة العربية السيدة هادلي جامبل. Your Highnesses, Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, please welcome your Master of Ceremonies for the opening ceremony of the 40th edition of ADIPEC, Al Arabiya's Chief International Anchor, Hadley Gamble. Good morning, everybody, and welcome once again to ADIPEC 2024. My name is Hadley Gamble, and Hadley Gamble, ويسعدني أن أرحب بكم جميعا هنا في الدورة 40 لأدبك. معالي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، وصاحب المعالي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، كما قلت هذه لحظة رائعة بالنسبة للإمارات، حيث نسعى لإيجاد عالم يزود الطاقة الجميع بشكل متساوي. لذا نرجو أن نرحب، وسعدنا نرحب بمعالي الدكتور سلطان أحمد جانبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك، وأيضا كان ممثل الإمارات في كوب 28، المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة في كوب 28. نرحب به على المسرح. سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان، نائب الرئيس ونائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة ورئيس الديوان الرئاسي، صاحب السمو سيدي صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أصحاب السمو والفخامة والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، شركاؤنا وزملاؤنا، سيداتي وسادتي، أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي وفي النسخة 40 من أديبك. على مدى 4 عقود وفي ظل مشهد الطاقة سريع التطور، شكل هذا المنتدى محفزا للعمل وتحقيق نقلة نوعية ودعم التقدم وتحقيق تأثير إيجابي. وإن وجودكم هنا اليوم رغم ما يشهده العالم من أحداث في الوقت الراهن يؤكد التزامكم ببناء مستقبل آمن ومستدام ومزدهر. الزملاء الأعزاء، إننا نجتمع في مرحلة تشهد تعقيدات وصراعات عديدة، وبهذا الصدد اسمحوا لي أن أقول أننا في دولة الإمارات سنختار دائما الشراكة في مواجهة التفرق والحوار، في مواجهة الانقسام والسلم بدلا من الاستفزاز. أيها الزملاء، في ظل هذا المشهد
أصبح دور هذا القطاع في ضمان أمن الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد ومحرك رئيس للازدهار وممكن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية. وأريد هنا التأكيد بوضوح على أننا بحاجة إلى مزيد من الطاقة. في الواقع نحن نحتاج إلى المزيد من الطاقة بانبعاثات أقل ولعدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى. السيدة والسادة، من الواضح أننا نقف الآن على أعتاب عصر جديد من الأمن والأمل والإمكانات، تشكله ثلاثة توجهات عالمية رئيسية هي: أولاً، نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة. ثانياً، النقلة النوعية في منظومة الطاقة. ثالثاً، النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي. هذه الاتجاهات الرئيسية تقدم فرص شاملة تحتاج إلى حلول شاملة. الزملاء الأعزاء، بحلول 2050 سيزداد عدد سكان كوكبنا بمقدار 1.7 مليار نسمة، معظمهم في دول الجنوب العالمي. ونتيجة لذلك تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث ستنمو قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 7 مرات. أما الغاز الطبيعي المسال فسينمو بنسبة 65%، وسيستمر استخدام النفط كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الأساسية. وبالتزايد مع تزايد المناطق الحضرية في العالم، سيتضاعف الطلب على الكهرباء، وستنضم إلى هذا الطلب المتزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة. الذكاء الاصطناعي هو أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير. إنه يعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه إمكانية دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو المنخفض الكربون. وأدى النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ما كان أحد يتوقعها قبل 18 شهرا، أي مع انطلاق تشات جي بي تي، لأن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى تشات جي بي تي تعادل 10 أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر جوجل. ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد تزايداً في عدد مراكز البيانات لتلبية احتياجاته الحوسبية الضخمة وسريعة النمو. سيصل عدد هذه المراكز إلى أكثر من الضعف خلال 6 سنوات القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القدرة المركبة للطاقة الكهربائية بحلول 2030، وضعف هذا الحجم بحلول 2040. ولا يوجد مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب. لذلك نحن بحاجة إلى الاستفادة من مزيج يضم الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة وأكثر كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. ونحتاج كذلك أن يقوم جميع القادرين على تقديم الحلول بالعمل والتعاون سويا. ولهذا السبب، زملائي، جمعنا بالأمس هنا في أبو ظبي بعضا من أهم العقول الرائدة عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والاستثمار والمناخ. وأكد هذا الملتقى على الترابط والعلاقة الوثيقة بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد ملامح الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام. ومن أبرز مخرجات الملتقى،
الحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنويا. نحتاج إلى وضع سياسات وأنظمة تمكن تسريع تلك الاستثمارات وحمايتها وضمان الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين فاعلية مصادر الطاقة والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب وتعزيز قدرات بطارية التخزين. باختصار، نحن بحاجة إلى نهج شامل يجمع بين خبرات جميع القطاعات. الزملاء الأعزاء، عندما يتم احتواء الجميع يصبح تحقيق التقدم أمراً ممكناً بل حتمياً. وكان لاحتواء الجميع دوراً محوري في التواصل إلى توافق عالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث كان قطاع الطاقة مساهماً في إيجاد الحلول ومحفزاً لتطبيقها. وأثبتنا معا أن مستقبل البشرية يعتمد على مستقبل الطاقة، كما أثبتنا أننا لا نكتفي بالأقوال بل نترجمها إلى أفعال. أفعال ملموسة وفعالة. هذا الالتزام بالخطوات الفعلية هو أحد المبادئ الراسخة لقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، ونسعى في أدنوك للاسترشاد به في تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة. لذلك بدأنا بالتركيز على الفرص الجديدة على امتداد سلسلة القمة في جميع أنحاء العالم، ونعمل على توسعة حضورنا العالمي في مجال الغاز ليشمل أفريقيا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وننفذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، ونقوم بدور رائد في دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة بدءا من مصادر الطاقة المتجددة والجيل الثاني من بطاريات التخزين ومصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات ووصولا إلى التقاط الكربون. كما نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة. وبالنسبة لنا في أدنوك، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي. لقد اخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عامل استراتيجي أساسي لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل. وبالشراكة مع AIQ وG42 ومايكروسوفت، يسعدني الإعلان عن حل نوعي جديد يضمن جهودنا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. هو ذكاء صناعي لطاقة المستقبل. سيقوم هذا الحل باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيقوم بتحليل أكثر من بيتا بايت من البيانات وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادرا على الإدراك والتفكير والتعلم والتنفيذ، وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي واختصاره من أشهر إلى أيام، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%، كما سيساهم بفاعلية في خلق القيمة ورفع الكفاءة وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله. لنكون قادرين معا على توفير المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات ممكنة للأفراد والمجتمعات التي نعمل على خدمتها. أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، التوجهات الشاملة تعتبر محركات لخلق فرص كبيرة يجب أن يستفيد منها قطاع الطاقة.
لذلك اسمحوا لي أن أشارككم فكرة أخيرة. لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. هذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكونون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب. لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقا ومبادرا في موقع الريادة متى طلب منه ذلك. في كل منعطف تاريخي بدءا من الثورة الصناعية وصولا إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم. وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجددا. أدعوكم جميعا للاستفادة من أديبك كمنصة انطلاق للعمل وتحقيق نقلة نوعية ودفع التقدم وترك أثر إيجابي. شكرا. Today we stand at the brink of a new era. Technological advancements and shifting global priorities are reshaping the way we live, work, and power our world, bringing us closer together and opening up endless possibilities. The journey ahead is filled with challenges, yet it brims with hope and opportunity. Megatrends will shape our civilization over the next decade. الحضارة على مدار العقد المقبل، وهي ثورية بكل معنى الكلمة. فالذكاء الرقمي والذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا تعزز الكفاءة وتقدم فرص غير مسبوقة. هذه الابتكارات ليست أدوات فحسب، ولكنها القلب النابض للتحول النوعي الطاقي، بقوة لتلبية الاحتياجات بينما المحافظة على التنمية المستدامة الاقتصادية، التنمية الاقتصادية المستدامة. فالاقتصادات الناشئة تدفع النمو العالمي وتقدم فرص، لابد وأن نقتنصها برؤية مستقبلية وأسرار. خلال الاستغلال هذه التوجهات المستقبلية بإمكاننا أن نمهد الطريق في المستقبل ونمهد الطريق للأجيال المستقبلية. فالتزامن ما بين التقنية المتجددة والذكاء الاصطناعي قوي للغاية، معا بإمكانهما أن يقدموا تحولات ذكية ودفع عجلة النمو. هنا في أديباك نربط العقول ونحول الطاقة ونحدث نوع تحول نوعي في الطاقة، نقلة نوعية. والآن نرحب بالقوات الخاصين بنقل الطاقة ووزير الطاقة والبنية التحتية سعادة سهيل المزروعي، وكذلك سعادة شري هارديب بوري وزير البترول والغاز الطبيعي بالهند، وكذلك روث نكابيروا وزيرة الطاقة والتطوير المعدني في أوغندا، وسعادة المهندس كريم بدوي وزير الموارد التعدينية والطاقة في مصر العربية. صباح الخير، سأبدأ بك سيد. هناك مرشحين يمثلون الأمور الطاقة
وبايدن يحول الطاقة من الاستخدام إلى أن تكون سائدة في كافة أنحاء العالم. يسعدني أن أكون في أديبك ويسعدني أن الجميع مشارك في هذا الأمر. وأفضل عدم التحدث عن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، متمنين للفريقين أفضل ما يمكن. نناقش دور الطاقة والاستثمار في الطاقة، وبالنسبة لنا فنحن نقول هذا منذ أديبك الماضي ونعيد ونكرر. وسعادة سلطان جابر، نحن بحاجة إلى كل مصدر من الطاقة للنمو. بالطبع مراكز البيانات يشاركون لأخذ الطلب على الكهرباء، فأنتم قلقون بالنسبة للطلب على الكهرباء الطبيعي، ولكن مع الضغط سنحتاج إلى مزيد من الكهرباء والطاقة، وكذلك الاستثمار في النفط والغاز سيتم العمل عليها. وأود أن أقول أن قيادتنا هنا في الإمارات العربية المتحدة دائما تتطلع إلى المستقبل، ونحن ملتزمون بالاستثمار في إيجاد المزيد من المصادر لضمان أن يكون ما يكفي من النفط والغاز. وبنفس الوقت فإننا نوسع استثماراتنا في الطاقة البديلة، ونحن مهتمون في الكثير من التحسينات بما يظهر للعالم خطوات أولية للاستدامة، وكذلك تواجد مستقبلي للطاقة. فنحن لا نكتفي ب 24%، وبإمكاننا المزيد للوصول إلى 100%، وهذا ما نحن نستهدفه بالإمارات العربية المتحدة لمساعدة العالم جميعه. ونحن محظوظون بالقيادة التي تستثمر في النفط والغاز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو قائد برؤية خاصة في مجال الطاقة، ويمكن أن تروا ذلك في الإمارات العربية المتحدة. فأننا نستثمر بالطاقة الجديدة والطاقة البديلة والطاقة التقليدية، والأمر سيستمر في ذلك. سموكم ذكرتم يوم أمس أن دار الكثير من الأحاديث حول المشاركة والتعدد في الاستثمارات في الطاقة، فما هو الدور الذي يمكن للإمارة العربية المتحدة أن تلعبه؟ أمر أكيد أننا بالطبع سنضاعف 3 مرات أكثر في الاستثمار بالطاقة. سنعتمد على الطاقة البديلة مثلا، إذا كنا نرغب في الاعتماد 100% على الطاقة البديلة، حيث سنقوم بتخزين هذه الطاقة، وذلك سيكون تغييرا للعب. أيا ما نقوم به في الإمارات لا يقتصر فقط على الإمارات، نعمل مع حوالي 40 دولة منها أفريقيا وغيرها، حيث نحن نقوم بالترويج والعمل على الطاقة، وهذه وما هي التغييرات التي ستأتي بها إلى الاقتصاد في ذلك البلد.
البلد. وأنا أكيد أن الشيخ منصور ذهب إلى آسيا الوسطى 3 مرات، والقيادة دائما كان عملها على تلك النقاط. وكذلك هذه البلدان تعتمد بالكامل على النفط والغاز، والآن بشركات مثل مصدر فهم مؤمنون بعملية الانتقال. ونحن كذلك ننطلق إلى الشرق وإلى الجنوب العالمي، وبالتالي الاستثمار في الطاقة البديلة هي الرقم واحد. وفي هذا العام الوحدة الرابعة لدينا مشاريع كبيرة، وكانت رحلة ممتعة جدا. ولدينا برنامج للطاقة النووية شبيه بما يتم العمل به في العالم، ونحن نتعلم حول مراكز البيانات، ونؤكد أنه سيكون هناك المزيد من الاستثمارات طالما أننا نعتزم العمل هنا في الشرق الأوسط خاصة وغيرها من العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. بالطبع لن نتحدث عن جميع هذه الأمور هنا، ولكن سنتحدث عن المستقبل مع قيادتنا، فالمستقبل سيكون مضيئا للغاية. في المناقشات الأيام الماضية خاصة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والطاقة، وما إذا كان الاعتماد كذلك على الفحم، فما هي الطاقة التي المطلوبة التي سيتم استخدامها؟ إذا تحدثت مع أي شخص يتعامل مع البيانات، مع مراكز البيانات، بالطبع سيتحدث عن الطاقة الخضراء وليس عن الفحم. بعض الدول بالطبع تمكنت من تنظيف طاقتها، ولكن بالنسبة لنا فالطاقة لدينا هي من أفضل وأنظف الطاقات في العالم، إلى درجة أن 27 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون وبالمعادلة مع العالم هذه النسبة تشكل نصف تماما. وبسبب الطاقة البديلة فإن هذه الطاقة ستكون أنظف وأنظف في المستقبل. وكشركة نتطلع إلى الاستثمار في بالطبع مركز بيانات نظيف، وأنا أكيد أن الجميع الذين يأتون إلى أبو ظبي يعلمون تماما أن لدينا استثمار في الطاقة البديلة والطاقة النظيفة. ربما بالطبع أنكم تركزون على الاستهلاك وتطلعون إلى تزويد مجتمعاتكم بالطاقة. هل لديكم بدائل بالنسبة للأسواق وعمليات الحفر هنا؟ هل سيكون سعر الطاقة أرخص؟ أعتقد أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك. ولأبدأ بملاحظة أن كشخص دارس للتاريخ فإن الأمور تتغير. فنحن اليوم نحتفل بموضوع 60 عاماً على الطاقة، والأمر مختلف عما كانت عليه الأمور من قبل. Very different in 10, 20 years from now. وكذلك سيختلف الأمر تماما بعد 20 عاما من الآن. وسيد سلطان الجابر. إذن مشاهدينا كان هذا افتتاح الرسمي لمؤتمر معرض أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2024 في دورته الحالية. وكما شاهدنا هناك كانت كلمة لمعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك. وأيضا كان قبل قليل وكما تابعنا جلسة حوارية
معالي وزراء الطاقة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وجمهورية الهند وكذلك عدد من الوزراء، والتغطية مستمرة لهذا المحفل العالمي وهذا المعرض والمؤتمر العالمي. ونبدأ أيضا بالشركات المشاركة والمستمرة في هذا المعرض وأيضا في هذه الأثناء. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا سيد تشارلز الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب الإماراتية. رحب فيك معنا سيد تشارلز، ويعني بداية كيف تمثل لكم هذه المشاركة وأنتم كل سنة متواجدون في هذا المعرض العالمي أدبك 2024 والدورات السابقة كذلك؟ السلام عليك، شكرا جزيلا لهذه المناسبة نتكلم عن المشاريع اللي نعمل فيها. نحن شركة دوكاب من أكبر الشركات الصناعية في الطاقة في الإمارات، نعتبر أنفسنا كشركة ضرورية لمستقبل الطاقة والطاقة النظيفة في الإمارات. إحنا شركة نعمل مع أديبك منذ تقريبا 40 سنة ما شاء الله. الحمد لله شاركنا في تقريبا في جميع المشاريع أدنوك وأديبك. إحنا متعودين نجي كل سنة هنا لأن شركة دوكاب طورت حلول طاقة لأدنوك ونشارك في مشاريع مثلا بروج 4، نشارك في هيلاند قشا، في رويس، تقريبا كل المشاريع في أدنوك نعمل فيها. احنا نبتكر ونختلق حلول كهربائية وحلول للطاقة والطاقة الخضراء لندعم أدنوك خاصة وندعم دولة الإمارات لتوصل إلى الأهداف اللي عملت مثلا في 2050 دولة الإمارات تقول أن الطاقة النظيفة حتكون على الأقل 75%. ما شاء الله. دوكاب إحنا شريك استراتيجي لهذا الهدف السامي لدولة الإمارات. كل التوفيق لكم كشركة وطنية. اليوم دوكاب عرفنا موجودة منذ سنوات ومختصة في المنتجات الكهربائية، ولكن اليوم أين تتواجد دوكاب خارج الإمارات؟ منتجاتها وين توصل؟ الحمد لله شركة دوكاب الآن احنا أصبحنا شركة عالمية، نصدر تقريبا إلى أكثر من 70 دولة ونصدر لجميع القارات. ما في قارة لا ما يكون فيها دوكاب. احنا في جميع القارات. استراتيجية دوكاب منذ البداية كانت نروح إلى الخارج، نخدم البلد ونخدم الخارج، لأننا أصبحنا من أكبر الشركات في الطاقة، الطاقة الكهربائية، الطاقة الخضراء. في مثلا في الغاز والبترول عندنا حلول من أحسن وفعالية في العالم. إحنا منافسينا هم فقط الشركات العالمية، لذلك إحنا ما نبقى فقط في الإمارات، نروح خارج الإمارات. يعني الطاقة الإنتاجية إذا بنقولها بالأرقام إذا كانت موجودة لديك، يعني بالنسبة للمنتجات وتنافسيتها، جودتها التي جعلتها تتماشى مع الشركات الكبيرة وأنها تتواجد كشركة إماراتية تدخل في صناعات يعني صناعية كبيرة، متوسطة، صغيرة، في قطاعات الطاقة، قطاعات التشييد والبناء وغيرها الكثير. شركة دوكاب الهدف لما الناس تشتري كابلات ولا حلول من دوكاب تشتري أولا made in Emirates، يعني صنع في الإمارات، لأن جودتنا أصبح من أكبر جودات في العالم. يعني دوكاب لما زبناءنا في العالم يشتروا ولا يعملوا معنا مشاريع هم يناموا مرتاحين، لأن يعرفوا أن المشروع حيكون صنع في الإمارات، حيكون 100% جودة ما في خطأ.
وهذا مقاييس عالمية، مقاييس أكثر من يعني من إحنا نفوت المقاييس يعني المتعارف عليها أكثر من الستاندر، نروح أكثر من الستاندر العالمي. أنا أصبحنا الآن مقياس، شركتنا أصبحت مقياس ومعيار عالمي للجودة في الكابلات، في جميع أنواع الكابلات والحلول الكهربائية في الطاقة الصغيرة والمتوسطة والعليا. وعندنا مشاريع وابتكار كبير في الموارد واستعمال المواد والبحث والفنون التقنية اللي نعمله، ونعمله مع بعض اليونيفرسيتيز، بعض الجامعات العالمية. ودائما يعني نخلي الصناعة في الإمارات هو المعيار للجودة، يعني ما نبحث على أي شيء. هل بتدخلون في صناعات أخرى يعني مع الصناعات اللي حالية هي الكابلات، أم يقتصر عمل حاليا على تطوير هذه المنتجات اللي هي خاصة بقطاع الكابلات سواء النحاس والبلاستيك وغيرها؟ هذا سؤال جيد. احنا مثلا شركة دوكاب عندنا يعني عملنا هو المتل يعني النحاس والألومنيوم والألويز، وكذلك البلاستيكيات والكومباوند اللي يجي يعني نخلط هادو ونصنع. احنا ما نصنع فقط كابلات، احنا نصنع حلول كهربائية وحلول للطاقة النظيفة لجميع الميادين. احنا نعمل في الغاز والبترول، لان هذا فرع كبير واستراتيجي لدوكاب، لان نخدم اولا البلد ونخدم شركات عالميه كاكسون موبايل كبي بي كتوتال انرجي. هذا فرع كبير، وكذلك نعمل في مشاريع كالطاقه النوويه، الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه، يعني قطاعات متعددة. الميادين اللي نعمل فيها كبيرة، تروح من البنايات إلى الشركات الصناعية إلى شركات نووية، يعني الفروع متعددة جدا. نعم، كل التوفيق لكم. اليوم تواجدكم المستمر في أدبك تحدث عن أن هناك منتجات تخص قطاع الطاقة، قطاع النفط والغاز، حلول. هذه الحلول طبعا بما أنكم تتماشون مع الاستراتيجية العامة للدولة، فأكيد هناك حلول تبعث لإنتاج هذه الصناعة بالحفاظ على خفض الانبعاثات، خفض الكربون، وأيضا إيجاد بدائل جديدة وتكنولوجية. وأيضا نعرف أنكم دخلتوا أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. تمام، احنا نفتخر اننا عضو من اونيزا، يعني هذا اونيزا هي مجموعه من الشركات العالميه اللي تعمل يد في يد اتجاها لتخفيض الانبعاث الكربوني. احنا عضو استراتيجي في اونيزا، ونعمل مع ادنوك، مع طاقه، مع جميع الشركات لنروح اتجاها لأن دولة الإمارات تصبح يعني نت صفر 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 نت صفر انبعاثات صفرية. هذا هدفنا، وإن شاء الله قبل من 2050 حيحصل هذا السنة. عندنا حلول كثيرة جدا، مثلا أعطيك مثلا، في قبل كنا نستعمل LED شوية فيه بعض مكونات، بعض المكونات اللي ما تحمي البيئة. احنا بكرنا وجينا بحلول جديدة ما تستعمل هذه المواد اللي يعني عندها انبعاثات. كذلك لما الشركات أدنوك تعمل عندها في البلاتفورم يحرقوا غاز، احنا الآن عندنا حلول نجيبوا الكابلات حتى البلاتفورم ما يكون في حريق للغاز ولا حريق للغاز. هذه حلول كثيرة جدا، هدفها الأول هو أنها تساعد
أدنوك والدول ودولة الإمارات توصل إلى الحياز بعد الكربوني. نعم، طبعا شركة دوكاب شركة عريقة ومنذ سنوات، ومنتجاتها مثل ما تفضلت موجودة في أكثر من دولة وخاصة في هذا المجال. اليوم سؤالنا الأخير، هل هناك خطط للتوسع خارج دولة الإمارات لصناعات ومنتجات إماراتية وتكون في دول أخرى؟ كن صراحة، زبناءنا في العالم يطلبوا منا نروحوا الأمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا. إحنا هذا طلب من زبناءنا، وهذا شرف كبير أننا حنتوسع إن شاء الله في السنوات القادمة، خاصة في أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. وإحنا الآن قويين جدا في الشرق الأوسط، قويين في آسيا، وحنصبح أقوى وأقوى إن شاء الله في المستقبل. وعندنا مشاريع كبيرة، إحنا نفتخر أن عندنا مجلس الإدارة يساندنا كثير، يساندنا والدولة تساندنا نروح نتوسع في العالم. كل التوفيق لكم إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح كشركة إماراتية ومنتجات كذلك إماراتية عالمية. سيد تشارلز ميلغوي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للكابلات، شكرا جزيلا لك. شرف كبير وشكرا جزيلا أخويا. حياك. سلام عليك. إذن مشاهدينا، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك، ومنذ انطلاقه قبل 40 عام حمل على عاتقه تحقيق مستقبل مستدام وآمن للطاقة من خلال جمع كافة المختصين في هذا القطاع ومناقشة أهم الابتكارات والصناعات بهدف تحقيق الازدهار العالمي ومستقبل مستدام للطاقة. منذ عام 1984 ومع انطلاق أول نسخة منه، رسخ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول اسمه كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في المنطقة، ثم تحول مع مرور السنوات ليصبح أكبر حدث من نوعه في العالم. إرث يمتد لأربعين عاما، ابتكارات تسارعت وأعمال تواصلت دعمت تحقيق مستقبل مستدام للطاقة آمن ومنصف بهدف تمكين الحياة وتحقيق الازدهار العالمي. وفي نسخته الأربعين وعلى مدار أربعة أيام، سيجمع أدبك 2024 المجتمعات والدول والقطاعات وأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والمالية والتكنولوجية، لإيجاد حلول جماعية لتسريع انتقال عادل ومنظم للطاقة. ويمثل الذكاء الاصطناعي والطاقة محورا رئيسيا في النسخة الأربعين لأدبك، حيث سيناقش من خلال جمع القادة والمبتكرين العالميين معا إمكانات الذكاء الاصطناعي في التحول النوعي للاقتصادات والصناعات المختلفة ودوره الفعال في تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. وتشمل فعاليات أدبك 2024 10 مؤتمرات وأكثر من 370 جلسة حوارية تستقطب أكثر من 1800 متحدث من مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وخبراء الطاقة والشباب، حيث يعد هذا الحدث العالمي منصة لإبرام شراكات بناءة وتوفير حلول موثوقة للتمويل والاستثمار والتوسع في تطبيق وإدماج التقنيات التي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في أنظمة الطاقة، مثل أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة بين الشمال والجنوب العالميين، بالإضافة إلى تسريع إزالة الكربون عبر القطاعات. ويقام معرض أدبك على مساحة 16 قاعة بمشاركة 2200 شركة عارضة من مختلف مجالات منظومة الطاقة العالمية، بما في ذلك 54 شركة نفط وطنية ودولية و30 جناحا مخصصا للدول المشاركة، هذا إلى جانب أربع منصات متخصصة تركز على إزالة الكربون والرقمنة والشؤون البحرية والخدمات اللوجستية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التي أضيفت في نسخة هذا العام. ويتوقع أن يحضر هذا الحدث العالمي نحو 200 ألف مشارك على مدار أيامه الأربعة.
ومستمرين معكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية عبر قنوات أبوظبي للإعلام، وأيضا في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك في دورته الحالية، ومشاركة كبيرة، حضور كبير هنا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، جلسات حوارية، ورش عمل، معارض، منتجات، حضور كبير من مختصين، مسؤولين وغيره الكثير، ومستمرين في استقبال وأيضا محاورة ضيوفنا في هذه التغطية وفي هذه في هذا القطاع بالتحديد. وأرحب بضيفي في هذه الأثناء السيد سامر نجم، المدير الاستراتيجي في شركة إميرسون. أرحب فيك سيد سامر، وبداية لك اليوم اللي يميز أدبك 2024 لتهافت جميع الشركات من العالم للمشاركة وأنها تكون موجودة. يعني لا يخفى على أحد أنه أديبك صار من أهم البلاتفورمز للعالم تجتمع كلها مع بعض. يعني هو أهم مؤتمر اليوم إذا بتطلع عم بيصير مش بس محلياً عالمياً. تفوق بكتير على كتير من المعارض والمؤتمرات اللي عم بتصير بكل حول العالم. فعلى الأكيد يعني الوجود بهيك معرض شيء كتير مهم لكل الشركات يلي خاصة عم بتشارك بقطاع الطاقة وقطاع النفط. نعم. اليوم أيضا إذا بنتحدث عن مشاركة شركة إميرسون. نعم. اليوم إميرسون كموجودة الجناح اللي موجود للشركة، أبرز الخدمات، المنتجات، وأهمية مشاركتكم أيضا هني. شكرا. يعني مثل ما حضرتك تعرف يمكن شركة إميرسون هي شركة بتتعامل بأنظمة الأتمتة التقنية. جميل. وحلولنا بتغطي كثير بهالقطاع خاصة بقطاع الطاقة. فهدفنا بأديبك 2024 واللي عم نركز عليه هو كيف نساعد على تسريع تقدم الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، وكيف ممكن نحقق كثير من الكفاءة والاستدامة والربحية بمشاريع يلي عم بتصير حول الطاقة. اليوم الذكاء الاصطناعي حاضر وبقوة في جميع مجالات الحياة. نعم. وأصبح واقع لابد التعامل معه واستخدامه لما يخدم يعني الحياة والبشرية. أيضا الأتمتة جزء منها يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. اليوم إذا بنتكلم عن الدور اللامحدود لهذا القطاع الأتمتة وكذلك أيضا الذكاء الاصطناعي بالنسبة لكم أنتم كتعملون في هذا القطاع. نعم. يعني مثل ما حضرتك تفضلت الذكاء الاصطناعي اليوم بيدخل بكل شيء بنستعمله بحياتنا. نعم. معظم الابليكيشنز يلي نحن اليوم بنستعملها بيدخلها الذكاء الاصطناعي، وهالشيء كمان عم بيصير بقطاع الطاقة. فكتير من البرامج اليوم اللي عم نستعملها بتساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، على تطوير كتير من الأنظمة، على التصميم الهندسي، كل هيدي أشياء عم بتساعد على التطوير ودائما تسريع تقدم الطاقة وترشيد استهلاك كل المجالات يلي بتستعملها حول الطاقة. اليوم هذا القطاع والأتمتة والذكاء الاصطناعي كيف ممكن يدعم شركات النفط والغاز في موازنة أهدافها إنتاجها من النفط والغاز؟ يعني وبتطلع على أنظمة الطاقة اللي موجودة اليوم فيها معلومات اللي بتجي من كل حوالين مصادر الإنتاج أو المعامل كلها سوا. أنت بحاجة اليوم أن تقدر تستوعب هالبيانات وتحللها بطريقة سريعة يلي تساعد مشغلين الأنظمة أنه ياخذوا القرارات بسرعة. فاليوم الذكاء الاصطناعي عم بيساعد بتقصير الفترة يلي واحد ممكن يحتاج لها لأخذ القرار. ففي حال بدك تزيد الإنتاج أو تخفف الإنتاج أو يمكن تطفي بعض المكانات أو بعض قسم من المعامل، تقدر تعملها بطريقة سريعة يلي دون تدخل العنصر البشري، دون تدخل العنصر البشري، وتكون آمنة. أهم شيء يعني آمنة تجاه المنشآت ككل وخاصة للطاقة
الهيومن كابيتال اللي موجود اللي عم تشتغل حوالين الاسيتس. اليوم انتم كإمرسون كيف تدعمون احتياجات القطاع هذا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول اللي متواجدين فيها؟ شكرا على سؤالك. يعني بالفعل إمرسون موجودة بالمنطقة مش من شيء جديد، من أكثر من 35 سنة، وتحديدا من 2008 كان ابتدينا كمان بإنشاء معملين موجودين اليوم بالإمارات يلي منصنع فيها أجهزة تحكم، منصنع فالفات، منصنع أجهزة مقياس موجودة بدبي. عندنا مساحة تقريبا 50,000 متر مربع يلي موجودة بداخل الإمارات يلي بتساعد على توصيل كثير من هالأدوات للإمارات والدول المجاورة حوالينا وأفريقيا كمان. تصنيع كامل معدات هذه دولة الإمارات؟ في أشياء بتتوقف، يعني في بعض التقنيات بنستوردها بنركبها مع بعض، في أشياء بتتصنع محليا، فحسب الأنظمة وحسب نوع البرودكت اللي موجود أو المطلوب نشتغل على هالأشياء كل صار. كم تسهل عليكم إجراء عمليات تجميع وتصنيع داخل الدولة لاستخدامها سواء مع الشركات المحلية أو إعادة تصديرها كونكم موجودين في دولة الإمارات؟ يعني لا يخفى الأمر، اليوم الإمارات العربية المتحدة هي موجودة بمركز كتير مهم بالشرق الأوسط ككل، ووجودنا هون بيسهل علينا كتير من التعامل مع دول المنطقة ودول الجوار، وحتى يعني مصانعنا اللي موجودة هون بتساعد على تغطية أمرار الديماند يلي بيكون موجود بغير مناطق. نعم. وطريقة سهولة التعامل اللي موجودة داخل الإمارات ووجودها بمنطقة استراتيجية اللي بتحول التواصل مع محيطها بشبكة التنقلات اللي موجودة المتطورة اللي موجودة حوالينا شيء كتير مهم لألنا نكون موجودين داخل الإمارات لهالشيء نستفيد منه. كل التوفيق لكم، ابقوا معنا سيد سامر نجم ومستمرين في تغطيتنا مشاهدينا، ونذهب إلى أحد أروقة المعرض وأحد الأجنحة والشركات الموجودة مع الزميل محمد تركي. محمد، من إحدى الشركات نراك متواجد، وكيف هي أجواء هذا المعرض وأهمية مشاركة هذه الشركات العالمية في هذا المحفل؟ نعم حامد، حقيقة نلاحظ مشاركة واسعة وازدحام أيضا في عدد المشاركين وعدد الشركات المشاركة هذا العام مقارنة بالدورات السابقة. نحن متواجدون الآن عند منصة شركة أفيفا، وهي شركة متخصصة في قطاع الطاقة وصناعات الطاقة عامة. نستقبل معنا سيد نائب بوشعية، نائب أو عفوا الرئيس شركة أفيفا في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا. أهلا فيك سيد نايف. شرفنا. Thank you. سيد نايف، حدثنا بداية عن مشاركة أفيفا في المعرض، وهو سؤال تقليدي حقيقة لا نريد أن نركز عليه، ولكن نريد أن نركز على دور شركة أفيفا في قطاع الطاقة وإدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. شركة أفيفا هي شركة عالمية بتنتج حلول وبتنتج تطبيقات إلى علاقة بقطاع الطاقة، تخدم قطاع الطاقة. الحلول اللي بتنتجها شركة أفيفا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بنستعمل نحن الذكاء الاصطناعي تنقدم تحسين بالإنتاجية للعملاء اللي عندنا، بتخلي من الذكاء الاصطناعي نقدر نساعد على الاستدامة، نقدر نساعد على تخفيض الانبعاثات الكربونية، والذكاء الاصطناعي هو من ركن أساسي اللي نحن بنعتمد عليه بتطبيقاتنا يلي بننتجها ومتسوقها عالميا وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ممتاز. طيب، بالحديث عن تخفيض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي، كيف ترون حجم الاستثمارات في هذا القطاع، وهل الذكاء الاصطناعي قادر على توفير الحجم أو حجم الاستثمار المتوقع لهذا القطاع؟ ما في شك أنه الذكاء الاصطناعي برهن خلال السنين اللي مرقت أنه في ساعد على تحقيق الأهداف. منشوف اليوم التحول الرقمي اللي عم بيصير بكل القطاعات وخاصة بقطاع الطاقة، وفي حلول صارت مبرهنة عند العملاء انه بتساعد على تحسين الانتاجيه.
بتساعد على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكمان بتساعد انه نحافظ على الامان، لانه اهم شيء عم نحط هالتكنولوجيا الموجوده بدنا نخفض انبعاثات كربونيه، بدنا نزيد بالانتاج، بس ما بدنا ننسى ناخذ بعين الاعتبار ننسى انه كيف بدنا نحافظ على السيفتي تبع الاصول يلي نحن على عم نشغلها. الذكاء الاصطناعي برهن والتكنولوجيا عم تتطور عم بتبرهن انه فينا نستعمل الذكاء الاصطناعي تنحقق كل الاهداف يلي بيطمح لها قطاع الطاقه وبالاخص قطاع النفط والغاز. بنسبة كم تقريبا في وجهة نظرك تم استخدام او ادخال الذكاء الاصطناعي او الاعتماد بشكل او بنسبة محددة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة حتى الان؟ نسبة اقدر اعطي رقم بيكون صعب، بس كل التعاملات اللي عم نواجهها او بالاشتراك مع العملاء تبعنا كلهم ماشيين بمرحلة التحول الرقمي، فكل الانفستمنتس اللي عم بتصير الاستثمارات اللي عم بتصير بقطاع التكنولوجيا، وكيف هالقطاع خاصة بقطاع التحول الرقمي، قطاع الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي يساعد تحسين الفعالية وتحسين الجودة تبع المنتجات يلي موجودة او يلي بينتجها العملاء. فما عم نشوف خوف من انفستمنت، من استثمار بالقطاع الذكاء الاصطناعي، على العكس كل الشركات عم تعمل انفستمنت، عم تستثمر وعم نشوف نتائج مهمة. يعني في عنا عملاء بيستعملوا نوعية معينة من الأنظمة اللي عنا بيوفروا 20-25% من الطاقة يلي كانوا يستهلكوها، يلي هي كل ما بنستهلك طاقة أقل كل ما بنخفف انبعاثات كربونية، كل ما بنساعد الانفايرومنت اللي حوالينا، وهيدا كله بالديجيتال تكنولوجي، كله بالتحول الرقمي واستعمال كمان الطوأم الرقمي بالابداعات اللي عم بتصير، عم بتساعد كل الشركات انه توصل لاهدافها من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي والليتست تكنولوجي اللي موجوده. ممتاز. طيب سيد نايف، هل برايك الذكاء الاصطناعي يعني تعاونكم مع شركائكم سواء شركات كبيره او شركات ناشئه، برايك هل هناك بروتوكول بينكم وبين شركائكم في الذكاء الاصطناعي يتم اتباعه، يتم تطبيقه للعمل مستقبلا وتطوير القطاع والحفاظ على المناخ وتحقيق الحياد الكربوني؟ هلا اهم شيء نحن كل اللي عم نطور المنتج تبعنا بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. البروتوكول الموجود انه اكيد نستعمل الذكاء الاصطناعي لاهداف سلميه ولاهداف نقدر نفيد منها المناخ، مش لاهداف يلي بتوصلنا بمحلات تانية يلي نحن ما بدنا نروح عليها. فهذا التفاهم موجود والبروتوكول موجود، ونحن عم نعتمده بالتطبيقات يلي عم نحطها تنقدر نساعد العملاء تبعنا بتحسين الانتاجية تبعهم ويحافظوا على الاستدامة، يعني ونساعد المناخ eventually. سيد نايف، رئيس شركة أبيبا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، شكرا جزيلا لك. Thank you لك، يعطيك العافية. نعم حامد، إذن البطل الرئيسي في هذا الحدث هو الذكاء الاصطناعي، وكما سمعتم مشاهدينا وشاهدتم ضيفي يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وأهمية الذكاء الاصطناعي في مجال أو في قطاع الطاقة، والذي تركز عليه معظم أو كل الشركات تقريبا في مجال الطاقة في دورة هذا المعرض. إليك حامد في الاستوديو وما تبقى من تغطيتنا لهذا اليوم. نعم شكرا محمد، ولضيوفك. والذكاء الاصطناعي لاعب أساسي خاصة في هذا العصر، والآن في صناعات كثيرة وكذلك مشاريع كبيرة. وأعود إلى السيد بسام، رحب فيك مجددا. اليوم تحدثت عن برنامج خاص للشباب، وهو من ضمن أيضا القطاعات والمبادرات اللي موجودة اليوم في معرض أدبك 2024. الاستثمار في تدريب وتطوير الكفاءات وخاصة الإماراتية، وين وصلتم من هذا المجال؟ يعني الاستثمارات اللي بنعملها خاصة كمان تشمل الطاقة البشرية. فمنركز كتير على نقل المعلومات وتدريب الكوادر الجديدة خاصة المتخرجين الجدد. فعنا برامج يلي بتستوعب المتخرجين الجدد من الجامعات، يلي تعطيهم فترة تدرج تقريبا ما بين 18-24 شهر، يلي بيقدروا يتدربوا على عدة قطاعات من
شركات الأتمتة اللي ممكن أشياء تتعلق تقنية، أشياء تتعلق بكيفية الشغل بعدة مجالات، بيكون في عندهم دورات 6 أشهر تقريبا بكل ديبارتمنت يلي يقدروا يشتغلوا فيها ويتعلموا منها. فهذا شيء كتير مهم كمان لنمي الطاقة البشرية وخاصة للمتخرجين والجدد يلي عم يطلعوا من الجامعات. كل التوفيق لكم سيد بسام نجم المدير الاستراتيجي في شركة أميرسون للأتمتة، كل التوفيق. وفاصل مشاهدينا قصير ونعود من بعده لمتابعة هذه التغطية. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمرين معكم في هذه التغطية لأحداث أدبك 2024 هنا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتغطية مستمرة عبر قنوات أبوظبي للإعلام من مركز الاتحاد للأخبار وطاقم المراسلين المحررين وفريق العمل لهذا المحفل العالمي، حيث يتواجد رؤساء تنفيذيين حول العالم في هذا المعرض والمؤتمر والشراكات الكبيرة، الدور الكبير لهذا المنتدى والمؤتمر، وكذلك المنتجات التي تخرج كذلك في مجال النفط والغاز، لا سيما بعد أن دخل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
مستمرين في استقبال ضيوفنا في هذا المجال، ويسعدنا أن نرحب في هذه الأثناء بسعادة علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية للطاقة، وكذلك من أبرز كان مؤسسي الدورة الأولى لمعرض أدبك في 1984 في العاصمة أبوظبي. حياك الله معنا أستاذ علي. الله يحييك. يا هلا وسهلا فيك. يوم ما شاء الله 40 عام من نجاح أدبك، يعطيك الصحة والعافية. تواجدت في الدورة الأولى وكنت المسؤول عن هذا المعرض اللي بدأ بمجموعة قليلة من عدد شركات لا تتجاوز ذاك الوقت 38 تقريبا شركة، وكان في أحد الفنادق قاعة صغيرة. لنرجع بالأحداث إلى عام 1984. نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني أول شيء أبارك للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي. الدولة هذه مبروكة ما شاء الله بالموارد الموجودة فيها وبالكوادر الموجودة فيها والقيادات الوطنية والأجنبية اللي خدموا الصناعة. بدأنا أدبك سنة 1984 مثل ما تفضلت في فندق انتركونتيننتال. نحن كنا المنظمين والباحثين والمتكلمين ما شاء الله نشجع. نعم، فكان يعني عدد الحضور لا يتعدى 175 شخص. اليوم اعتقد ان بيوصل 175,000 185,000 ما شاء الله ما شاء الله. نعم. فتشوف يعني كيف الحمد لله، يعني بسبب حب الصناعه وحب الوطن وحب المهنيه انا مسكت يعني من 1984 الى 1992 ما شاء الله، يعني العشر سنوات الاولى، وخدمت حتى في 1994. فالعشر سنوات الاوليه تاسيس. نعم. ارتفع الرقم من 175 الى اكثر من 1000 شخص، فاصبح ما شاء الله المؤتمر انترناشونال يعني عالمي بابعاد. طبعا البوتنشل ماله عالي. نعم. دخلت معانا الحكومه الرشيده ممثله بغرفه تجاره ابو ظبي في 1994 واعطتنا بعد اخر، البعد التجاري. جميل. وتطور المعرض الى ما شاء الله يعني الى مئات الشركات. ومن هاك اليوم يعني العقد الاولي تاسيس الفاونديشن. نعم. العقد الثاني العالميه، جتنا شركات من كل مكان. العقد الثالث التنوع ومحاكاة العصر يعني، وكنا ندري ان احنا بنكون رقم واحد في العالم. الحمد لله. كان المؤتمر ومعرض الاو تي سي، معرض البترول العالمي في هيوستن. نعم. كان منافس وارقامنا كانت تدل ان ان شاء الله في يوم من الايام بنزيد، وبعد مرور 30 سنة اصبحنا رقم واحد. الحمد لله. والعقد الاخير اقدر اقول لك انه ما شاء الله يعني اخذ الريادة. صحيح. اخذ ما بالانترناشناليزم، اخذ الجلوباليزم ما شاء الله. اصبح الدوليه يعني كلها والانظار الى ابو ظبي بما فيها من ما شاء الله الاستثمارات الاخرى، من الوضع الحكومي ما شاء الله ثابت، والرؤيه الرشيده لاصحاب السمو. فكل مع بعض يعني خير ادنوك وخير الكفاءات الموجوده في ادنوك والرعايه الكريمه. صحيح. حكومة أبو ظبي بإنشاء هذا المعرض والمؤتمر، فشاركنا حتى في تصميم بعض الوقت، أعطونا رأي يعني. فالحمد لله يعني كل خيرا وكل سنة في زيادة. والحمد لله رب العالمين أن أنا سعيد اليوم أني أشوف 40 سنة مرت وأنا خدمت تقريبا نصف السنوات هاي. يعطيك الصحة والعافية سيد علي. يعني عدد الشركات اليوم 2200 شركة، 160 دولة. عدد الشركات الإماراتية تجاوز 910، 40% من هذا العدد 915 تقريبا. إذا بنرجع إلى المشاركة الأولى والثانية، وكان طبعا كل سنتين على ما أعتقد في البداية، كيف كانت مشاركات الشركات الإماراتية وعددها في أول بدايات الدورات الأولى؟ يعني أول شيء أقدر أعطيك خلفية عن الشركات الإماراتية. كان في توجه يعني وطني حكومي وفي إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية بتشجيع السوق. فنحن كنا يعني المدراء اللي موجودين في شركات مجموعة أدنوك، ننمي السوق، ننمي الشركات الوطنية،
دي تكون منافسة، وهذا فيها مغزى المنافسة التجارية والفنية. فنمينا الوضع يعني الفني للشركات الإماراتية، وحافظنا نحاول يعني مثل ما تقول نسيطر على الأسعار في تنافسية جيدة إيجابية للجميع. وكانت الشركات الوطنية تعطى بريفرنس أولوية 10% لتشجيعهم لمدة 5 سنوات لين وقفوا أريولهم، فتشوف ما شاء الله النمو. طبعا أبو ظبي قاعدة كبيرة جدا للصناعة البترولية، وقاعدة رائدة يعني من أوائل الدول. يعني اليوم خطاب الدكتور سلطان عن التنوع أوجه الطاقة، عن الارتفيشال انتليجنس، عن مشاركة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة لتنمية قدرات الدول الضعيفة في التغير إلى الطاقة المتجددة. فأبو ظبي وأدنوك دائما ما شاء الله عندهم الريادة، وهذا أصبح متمثل باين لعيان جميعا على مستوى العالم. الواحد يكون فخور أن ينتمي للدولة وينتمي للشركة الطيبة هاي، والحمد لله رب العالمين. الله يوفقكم. نذهب الآن إلى دراجون أويل، شركة إماراتية ولله الحمد بدأت يعني تكبر، والحين متواجدة في عدد من الدول. وين وصلت دراجون أويل، الشركة الإماراتية في مجال النفط والغاز؟ والله دراجون أويل بالنسبة لي أنا خبرة جديدة تضاف إلى طبعا الماضي العريق اللي أخذته من شركة بترول الأبوظبي الوطنية. الحين نحن نشتغل في 3 مواقع. جميل. في مصر إنتاجنا 62 ألف برميل في اليوم من حقول تمتد على 180 كيلومتر مربع ما شاء الله من خليج السويس. هذه وحدة. الشيء الثاني نشتغل في تركمانستان وإنتاجنا 60 ألف برميل في اليوم. جميل. ونحن المشغلين الوحيدين يعني سول أوبريتر. في العراق إنتاجنا حين 100 ألف، قابل أن يكون 130 ألف برميل في اليوم في بداية 2025. لنا 30% منه ما شاء الله الحمد لله. والمستقبل ما شاء الله يعني بريق أو زاهر إن شاء الله. زاهر إن شاء الله في التوسعات وفي قدرة الشركة. يعني الشركة فيها قدرة جيدة للتوسع، وفيها تمكن لإدارة الموارد المالية، لإدارة العلاقات الحكومية في الدول الخارجية بالتعاون مع سفاراتنا الله يسلمهم. يعني جزاهم الله خير، دعم جيد من الحكومة، من حكومة دبي. فالأمور ما شاء الله جيد. يعني أبو فيصل، دائما كنت مشجع للعنصر البشري والاستثمار في العنصر البشري الإماراتي. اليوم كيف تشوف شبابنا في هذا المجال، وأيضا وصولهم إلى مهندسين، رؤساء تنفيذيين، مدراء، رؤساء مجالس إدارة، فنيين موجودين في الحقول البرية البحرية، سواء شباب أم من أخواتنا أيضا البنات؟ والله يا أخي تعرف ما شاء الله يعني أدنك ومجموعة شركاتها مهتمة بالكومبتنسي أشورنس، يعني بتأهيل وتحضير وتدريب الأجيال المتعددة بصراحة. فأنا اشتغلوا معي كثير، واشتغلوا مع مدراء بعد في نفس مستواي قادة في أدنك ونفس الشيء. فكان المخرج جيد وما شاء الله في استدامة في بزنس كونتينيوتي. يعني الحين ما شاء الله الدكتور سلطان بعد طلع لأجيال، فهي هاي طال عمرك. الإنسان يعني لما يوصل مكان ما يفكر في نفسه بس، هو خادم الدولة، خادم المكان اللي فيه، يجب أن يأخذ بأيدي الأجيال المختلفة في التدريب وفي الكفاءة، ويستقطب ما شاء الله الخبرات والمهارات الجيدة عند الأشخاص. صحيح. فالحمد لله خامات كبيرة والوطن زاخر يعني. اللهم عليك العام. إذا ما دخلنا إلى النفط والغاز، أهم التحديات اليوم اللي تواجه هذا القطاع عالميا؟ أهم التحديات الله يسلمك اللي هو التحول إلى النيو إنرجي، الطاقة المتجددة. نعم. وبس إنما الإنسان يجب أن يأخذ نظرة مثل ما تقول براغماتية، لأن في طلب متزايد على البترول والغاز، فيجب أن يكون نحن ننتج بطريقة مسؤولة. يعني نحاول عدم حرق الغاز، وهذا متواجد عندنا في العراق ومصر ونحاول في تركمانستان، عدم رمي المخلفات بما فيها الماء المنتج. فيجب أن يحقن في طبقات الأرض عشان ما نلوث البيئة البحرية اللي نشتغل فيها. ونعمل مثل ما تقول يعني توعية للشباب أن المستقبل
نتكلم عن طاقة نظيفة، عن طاقة متجددة، وناخذ بأيدي الحكومات. يعني نحن بعد عنصر مسرع للتحول للبيئة المتجددة، فتكون عملياتنا متوازنة. كل شركة مفروض يعني عندها خطط تتماشى مع الاستراتيجية العامة، الاستراتيجية العامة لتخفيض الكربون. نعم، الحمد لله ماشيين في السلوك هذا. كل التوفيق لكم سيد علي الجروان الرئيس التنفيذي لدراجون أويل، وعلى أيضا المعلومات عن الدورة الأولى إلى الدورة الحالية 40 عام من النجاح والاستمرارية، وعلى دعمكم المتواصل، وعلى يعني إتاحة الفرصة لنا للاستفادة من هذه الخبرات ووقتكم لهذا سيد علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية. شكرا جزيلا لك. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا في تغطيتنا، والآن نذهب إلى الزميلة مها ياسر المتواجدة في أروقة المعرض، وأيضا دور كبير للجامعات والشباب في هذا المجال ومبادرة ومحور رئيسي من ضمن أدبك 2024. تفضلي مها وتعرفين عن دور الجامعات والشباب كذلك. نعم، تغطيتنا لا زالت متواصلة ومستمرة في أدبك 2024، هذا الحدث الرائد الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ينهض بمجال الطاقة والبترول بالتأكيد. فئة الشباب هي فئة مهمة في دعم التنمية المستدامة في هذا المجال، وبالتأكيد تقديم حلول مبتكرة وإبداعية للنهضة بهذا المجال. يحدثني أكثر بسام مرة المدير التنفيذي للتسويق واستقطاب الطلبة في جامعة أبوظبي عن شراكة جامعة أبوظبي الأكاديمية في برنامج طلاب أدبك 2024. أرحب بك بداية أستاذ مرة، لو تحدثني أكثر عن هذه الشراكة الأكاديمية التي اشتركت فيها جامعة أبوظبي في برنامج شباب أدبك 2024. صباحكم الله بالخير أخت مها. اليوم نحن فخورين كجامعة أبوظبي بتواجدنا في أدبك، والجامعة فخورة باختيارها كشريك أكاديمي للسنة السابعة على التوالي. طبعاً تواجدنا اليوم نهدف من خلاله خلال هاي الشراكة المتجددة لعمل عدة مبادرات التي يتضمنها برنامج شباب أدبك، تهدف بالأولوية القصوى إلى الارتقاء بقدرات شباب المستقبل وتمكين صناع التغيير من الشباب، في تقديم مساهمة حقيقية فاعلة في تقديم حلول مبتكرة. أستاذ بسام، لو تكلمني عن الحلول اللي قدمها الطلاب سواء كانوا من جامعة أبوظبي أو من جامعات أخرى، وبالتحديد خلينا نركز على جامعة أبوظبي كونها الشريك الأكاديمي في برنامج شباب أدبك 2024. نعم، تواجد الجامعة أبوظبي اليوم في له شقين. الشق الأولاني طلاب السنة الثالثة ورابعة في كلية الهندسة في التخصصات الهندسية يقوموا بعرض مشاريع تخص تخصصهم لطلبة الثانوية العامة، بالإضافة تمت جامعة أبوظبي إطلاق مبادرة الرؤية البيئية تحت شعار تمكين العقول الشابة من أجل مستقبل مستدام. هذه المبادرة تدمج طلبة الثانوية العامة في مسابقة للبحث عن معلومة من خلال زيارة العارضين والتقدم للجامعة بحلول تهدف إلى تقليل الانبعاث الكربوني أو تقليل الطاقة أو استخدام الذكاء الاصطناعي لمستقبل أكثر استدامة. شكراً أستاذ بسام. كان معنا أستاذ بسام مرة المدير التنفيذي للتسويق واستقطاب الطلبة في جامعة أبوظبي، حدثنا أكثر عن الاستراتيجية الأكاديمية بين جامعة أبوظبي وبرنامج طلاب أدبك 2024، والتي بالتأكيد تهدف إلى استنتاج حلول إبداعية ومبتكرة من فئة الشباب من الطلبة. هذا كل ما لدي حتى اللحظة، وسنوافيكم بالمزيد في تغطيتنا المتواصلة والمستمرة لأدبك 2024. نعم، كل الشكر لك زميلة مها ياسر ولضيوفك وأيضا دور الشباب والجامعات في هذا المجال. ومستمرين مشاهدينا في هذه التغطية عبر قنوات أبو ظبي، ويسعدني في هذه اللحظات أن ينضم معي كابتن عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. رح فيك كابتن اليوم معنا في هذه التغطية وفي هذا المحفل العالمي، أمانة يعني حضور كبير، مشاركات كبيرة للشركات العالمية اليوم. كأحدى الشركات أدنوك، أحدى الشركات المتواجدة مدرجة في أسواق المال، أهمية تواجدكم اليوم في
هذا المحفل العالمي أدبك 2024. شكرا ابو زايد على الاستضافه الكريمه. واليوم الحمد لله يعني الحمد لله في اماره ابو ظبي وفي دوله الامارات نحتفل اليوم احتفال باستضافه مثل هذا الحدث الكبير ل 40 عاما متواليه على استضافه حافل مثل أدبك. اليوم مثل ما تشوف يعني متوقعين فوق ال 185 الى 184 الف زائر للحدث. صحيح. هذا فوق ال 2200 يمكن شركه و 1800 متحدث رسمي، كل متخذين القرار بالنسبة من المستهلكين أو المنتجين فيما يتعلق بقطاع الطاقة متواجدين. اليوم الحضور المهم هذا اللي شفناه اليوم في حفل الافتتاح وكلمة معالي الدكتور سلطان الأحمد الجابر اللي ركزت في كثير من محاولها على التحول الاستراتيجي اللي يحدث في قطاع الطاقة وكذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الطاقة مستقبلا. تواجد أدنك للإمداد والخدمات تواجد مهم لأن هي تشكل سلاسل التوريد والتموين بالنسبة لقطاع الطاقة، فإحنا نقوم بتوصيل الطاقة النظيفة الآمنة منخفضة الانبعاثات الكربونية من بين المنتجين إلى المستهلكين، فحضورنا مهم الحمد لله. وكذلك التعرف على الأهم القرارات اللي راح تتخذ في هذا المؤتمر راح تكون مهمة جدا بالنسبة لنا. نعم كابتن عبد الكريم، دائما نقول إمداد وخدمات، عسى بنوضحها لي ربما الشريحة العامية الكبيرة وأيضا المختصين يعرفون، خدمات لوجستية، ناقلات، غيرها، لو نتعرف أكثر عن هذا المفهوم وعمل هذه الشركة الإماراتية وتواجدها. تقدر تمثل شركة أدنك للإمداد والخدمات بالنسبة لقطاع النفط وخصوصا بالنسبة للدولة مثل الحاس العصبي بالنسبة في الجسم. نعم. اليوم نوفر الإمداد، إمدادات طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية، منتجاتنا من الإمارات إلى زبائننا في أنحاء العالم. نعم. ولكن الخدمات اللي نقدمها من أجل الاستكشافات البحرية، اليوم إحنا نخدم قطاع الاستكشافات البحرية كلها تحتاج خدمات لوجستية آمنة مستمرة ومستدامة. فشركة أدنك للإمداد والخدمات متواجدة مع جميع الشركات المنتجة للنفط داخل الدولة، واليوم الحمد لله احنا قدرنا نقدم خدماتنا لعملائنا اللي موجودين في السعودية وفي قطر وفي أكثر من 100 عميل حول العالم في 5 قارات حول العالم. نقوم بخدمة الاستكشافات والإنتاج النفطي، كذلك نقوم بتوصيل المنتجات النفطية سواء الكرود أو البرودكت من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك في العالم. اليوم عندنا أسطول ضخم فوق 320 سفينة متواجدة، يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ومن أكبر 10 شركات على مستوى العالم. أدنك للإمداد والخدمات ومتواجدين في أكثر من 15 مدينة في جميع القارات العالم الحمد لله. اليوم توسعنا بمجال الاستحواذ على زاخر مارين انترناشنال، كذلك استحواذنا على شركة نافيجيت اللي أعلننا عنها في 1/6 من هذا العام. والحمد لله قصة النجاح وقصة التوسع والتحول فعلا قصة كبيرة بالنسبة لأدنك للإمداد والخدمات. كل التوفيق لكم. طبعا دائما تعلنون عن نمو الاستراتيجية. نعم. استراتيجية لنمو أعمال الشركة، لنمو أرباح الشركة، استراتيجية لنمو الإيرادات، لنمو الأعمال. مفهوم الاستراتيجية ويعني رؤيتكم بتوسع الاستراتيجية الخاصة بأدنك للإمداد. احنا الحمد لله يعني سوينا الاستراتيجيه منذ عام 2019-2020 اللي هي استراتيجيه النمو والتحول الامن المستدام. واليوم لو شفت الاستثمارات اللي ضخيناها في على الشركه هذه استثمارات ضخمه تفوق 7 مليار دولار صرفت حاليا على مجال التوسعات هذه الحاليه. 7 مليار دولار. نعم اللي صرف هذا السنه لوحدها اعلنا تم الاعلان عن. صحيح. ما يفوق ال 5 مليار منذ بدايه السنه هذه الى يومنا هذا. في مجال الاستحواذات ومجال التوسع في الأساطيل. اليوم حتى استثمرنا في قطاع اللي هي الوقود الجديد أو البديل، سفن الأمونيا، سفن الإيثين، سفن الغاز. اليوم كل هذه الأشياء موجودة كانت من ضمن الاستراتيجية. واستراتيجية التوسع الجغرافي اللي هي على مستوى دول العالم بالاستحواذ على شركة مثل شركة نافيجيت موجودة في مكاتب مثل هيوستن إلى شنغهاي إلى جنيف لندن طوكيو. فهذه كلها الحمد لله جاءت ضمن استراتيجية ودعم للقيادة الرشيدة اللي فعلا تولي أهمية كبيرة لوجود أسطول ضخم، أسطول آمن، أسطول مستدام ودعم مجلس الإدارة اللي عندنا. فالحمد لله قدرنا ننفذ الاستراتيجية حسب المخطط لها.
الله يوفقكم. طبعا اليوم لما نتكلم عن اسطول نتكلم عن خدمات، عن 320 سفينة توسع لشركات، وشفنا يمكن استحواذ على نافيج 8 وغيرها من الشركات العالمية. هذا التوسع كيف اليوم تعمل أدنوك للإمداد، نمو أعمالها، نمو استحواذاتها، توسعها، سفن جديدة بالموازي مع تخفيض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الحيوي؟ اليوم الحمد لله نقدر نقول مثلا أدنوك للإمداد والخدمات خطتها اللي مواكبة خصوصا القوانين الدولية. احنا نعمل تحت مظلة اللي يسمونها المنظمة الدولية البحرية، نعم، اللي الحياد المناخي بعام 2050، ولكن اليوم أدنوك للإمداد والخدمات متقدمة على هذا الأهداف. والأهداف أدنوك 2045 احنا اليوم استطعنا منذ عام 2020 إلى يومنا هذا تخفيض الانبعاثات الكربونية ب 24%، فاحنا اليوم الحمد لله سباقين بالنسبة للأهداف. اليوم لو توازن أعمال الشركة الحمد لله وعلى مستوى أدائها خصوصا على مستوى السوق المالي، اليوم منذ طرحها في الأسواق المالية نما السهم حوالي 173%، فتعتبر من أفضل الشركات نموا في دولة الإمارات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. من ناحية نمو اللي هو أسعار الأسهم، نعم، اليوم مستوى توزيعات الأرباح لازلنا نضمن توزيعات أرباح مجزية بالنسبة للمستثمرين. أعلنتم مؤخرا في أكتوبر عن النص الأول، نعم. واليوم على وشك الإعلان إن شاء الله على الربع الثالث إن شاء الله بالأسبوع القادم إن شاء الله. فاليوم بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة لمجلس الإدارة، كل أحداث الحمد لله قاعدة تطمح إن إحنا نحقق أهدافنا، والحمد لله يعني استطعنا من ناحية الاستثمارات، من ناحية التوسعات، من ناحية تخفيض الانبعاثات الكربونية أو تحقيق أهداف المستثمرين، بالنسبة لنا اليوم الحمد لله في وضع جيد وممتاز بالنسبة لنا على طريقة رحلة النمو. الله يوفقكم. اليوم من فترة وأنا أتابع بعض على عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبعض الفيديوهات الخاصة بكم في مجال العمل الميداني وأيضا في مجال كذلك السفن والناقلات، نرى وجود العنصر البشري الإماراتي مع الكفاءات العالمية جنبا إلى جنب. ما شاء الله شيء يثلج الصدر، نشوف كفاءات وشباب. نعرف أن ضمن مجموعة أدنوك والشركات الإماراتية تقومون بالاستثمار في هذا المجال، دون تعرف أكثر عن هذه البرامج اللي تقومون فيها في هذا المجال. نعم. يعني أدنوك مثل ما تعرفوا زايد سباقة صراحة في خلق وتطوير والتركيز على العامل البشري. أنا كنت من دفعات أدنوك ما شاء الله راحت قبطان بحري في عام 94 لحد ما صرت قبطان بحري. اليوم نفتخر أن بسبب هذا البرنامج عندنا اليوم في رؤساء تنفيذيين في شركات خارج أدنوك من هذا البرنامج. اليوم نقدر نقول عندنا فوق 200 مواطن بحار على متن سفننا اللي يخوضون محيطات العالم. ناس موجودين في، تقدر تقول في الأتلانتيك، ناس موجودين في المحيط الهادي، ناس موجودين في اليابان، في كل مكان في أنحاء العالم مواطنين موجودين يبحرون بقباطنة وبرؤساء ضباط بحريين لها الحمد لله. اليوم التوجه تطوير العنصر البشري، ولكن أهم شيء بعد تطوير استعمال التكنولوجي. أوكي. وهذا الشيء اللي التركيز مهم جدا عندنا في أدنوك للإمداد أو على مستوى أدنوك بشكل عام تحت قيادة الدكتور سلطان الجابر، اللي هو الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا فيه. اليوم احنا نقدر نقول لك عندنا مشروع اللي هو السفن الذاتية قاعدين نجربها ان شاء الله، وخلال سنتين ان شاء الله راح نشوفها واقع ملموس ان في سفن تطلع من عندنا الى الحقول وهي عن طريق ذاتية الدفع، بمشروع مشترك ما بيننا وعلنا عنها أدبك اللي السابق. لذلك عندنا الحمد لله اليوم تطوير اللي هو مركز التكامل اللوجستي المتكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. جميل. استثمار في العنصر البشري، ولكن الاستثمار الذكي اللي أنا أسميه دائما، كيف الذكي أنه خلاص نبدأ ننقل نوعية الاستثمارات إلى كيف نبدأ نهيئهم للمرحلة القادمة التي أعلنت عنها الدولة والقيادة والدكتور. اليوم لو شفنا الدكتور سلطان معظم كلامه كان عن التحول التكنولوجي في قطاع الطاقة. كل التوفيق لكم صراحة، ويعني إنجازات للشركات الإماراتية، ومثل ما تفضلت أنه هناك شباب وعناصر إماراتيين في أكثر من مجال، رؤساء شركات عالمية. وقبل قليل كان معنا ضيفنا علي الجروان أحد كوادر أدنوك أبو فيصل، واليوم يقود شركة مثل دراجون أويل
كان في إنوك وقبلها من الشركات، وأنتم كذلك وغيرها من الأخوة المسؤولين. كابتن والقبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لأدنوك للخدمات والإمداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وبالتوفيق دائما لك. شكرا. شكرا أبو زيد. شكرا لك. شكرا. ومستمرين في التغطية وبنروح لأحد جنبات المعرض وزميل محمد تركي وزاوية جديدة وشركات جديدة. تفضل محمد. نعم مشاهدينا، مستمرين في تغطية معرض الطاقة في أبو ظبي، في العاصمة أبو ظبي، والذي يركز كما ذكرنا سابقا على الذكاء الاصطناعي وتوفير الطاقة وأيضا تحقيق الحياد المناخية. هنا اليوم من أمام منصة وزارة الطاقة أو عفوا وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نتحدث مع سعادة أسامة الوكيل المساعد للمسرعات الصناعية. أهلا بك سعادتك. يا مرحبا، حياك الله. سعادة أسامة، الذكاء الاصطناعي والحياد المناخي أعتقد هذه أهم المحاور التي يركز عليها معرض الطاقة. كيف تساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذه القطاعات؟ نعم طبعا، بداية نحن سعيدين كوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة في هذه المنصة اليوم، منصة أدبك اللي تعتبر اليوم أحد أبرز المنصات العالمية في صناعات النفط والغاز. نحن مشاركتنا واضحة، معلمها واضحة، أطلقنا استراتيجيتنا من إطلاق الوزارة في 2021 بمعالم واضحة، كان أهمها زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول ل 300 مليار في 2030، وأيضا كذلك أحد أهم محاور الاستراتيجية كانت المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، بالتركيز طبعا على القطاعات الصناعية اللي نحن نعتبرها قطاعات صناعية ثقيلة. ومن ضمن هذه الخطة نحن أطلقنا أيضا ما يسمى بخارطة طريق، معلمة كانت واضحة لخفض الانبعاثات بنسبة 93% حتى عام 2050، أيضا بالتركيز على القطاعات أو الصناعات الثقيلة. أيضا بالتوازي طبعا كان مهم جدا أيضا أن نعمل على محور التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي اللي يعتبر اليوم أحد أهم السبل لتعزيز الكفاءة والإنتاجية ورفع الإنتاجية في القطاع الصناعي، وبالتالي أيضا الأثر راح يكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية. هذا كله يصب نحو هدفنا الواضح اللي هو تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. طبعا اليوم أيضا الهدف الثاني من مشاركتنا اليوم هو الترويج للفرص اللي موجودة اليوم في القطاع الصناعي والممكنات والحوافز اليوم اللي نحن يعني موجودة اليوم في الدولة هني كمحفزات للاستثمارات في القطاع الصناعي، وأيضا نستعرض بعض الصناعات المحلية والمنتجات الوطنية اللي تصب في محور الاستدامة من خلال منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. أيضا عندنا هدف ثالث اللي هو الترويج لمنصتنا القادمة والحدث القادم إن شاء الله اللي هو منتدى اصنع في الإمارات في مايو من العام المقبل، ونحن نقدم دعوة مفتوحة للجميع بأن نحن نشوف صناعتنا ونشوف كل الممكنات والحوافز اليوم اللي متوفرة في القطاع الصناعي في الدولة لجذب الاستثمارات وكذلك لعرض المنتجات الوطنية المستدامة في القطاع الصناعي في مايو من 19-22 مايو المقبل في أدبك أو عفوا في أدنك. طيب سعادتك، هل هناك نسبة محددة أو رقم محدد لدعم الصناعة الإماراتية في قطاع تحديدا قطاع الطاقة؟ نحن اليوم كقطاع صناعي عندنا الصناعات الثقيلة هي أحد أهم القطاعات التي تستهلك اليوم طاقة، وبالتالي نحن مثل ما ذكرت أنا قبل شوي كان تركيزنا عندما أطلقنا خارطة الطريق اللي هي ديكربونيزيشن رود ماب اللي هو خارطة الطريق لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ركزنا أيضا على هالقطاعات اللي هي تستهلك الطاقة في المقام الأول كقطاع صناعة الإسمنت والحديد والألمنيوم وغيرها من القطاعات اللي نشوفها نحن استهلاكها عالي اليوم. ومثل ما قلنا نحن هدفنا بحلول عام 2050 أن نحن نخفض هالانبعاثات بنسبة 93%.
سعادة أسامة فضل وكيل وزارة المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. نعم مشاهدينا، كانت هذه أيضا نبدأ عن مساهمة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض الطاقة في أبوظبي. عودة إليكم في الاستوديو وما تبقى من تغطية. كل شكر لك زميل محمد تركي ولضيوفك، ومستمرين مشاهدينا في هذا المحفل العالمي في كذلك ضيوفنا وكافة القطاعات، الذكاء الاصطناعي، الشباب، التجارب الإماراتية في هذا المجال، قطاع الطاقة والنفط وغيرها الكثير الكثير. وفي هذه اللحظات يسعدني أن ينضم معنا أيضا في الاستديو عبر الهواء مباشرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. رحب فيك سيد أحمد، رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ المصري، وكذلك مؤسس حديد وأسمنت وشركة مافي للتصنيع الحاصلات الزراعية. رحب فيك اليوم عبر هذا المعرض، اليوم متواجد دائما في المحافل والمعارض العالمية وخاصة في دولة الإمارات. كنت حاضر بالأمس واليوم حاضر في هذا المعرض اللي شفته، رأيك في أدبك 2024 من وجهة نظر زائر ومن وجهة نظر رجل أعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الإمارات بلدي الثاني، فلما باجي أنا ما بحسش بأي غربة، بل بالعكس ببقى مبسوط جدا لكل تجربة جديدة في الإمارات. فأدبك حاجة عالمية، مؤتمر الأكبر في العالم للطاقة. بشكر كل القائمين عليه على رأسهم كمان الدكتور السلطان الجابر، لأن الواحد بيفرح لما بيشوف في دولة عربية حدث عالمي. أنا امبارح قلت كلمة، قلت ده فيفا، ده كأس العالم، كأس العالم للطاقة، سواء في الأول إنجاز أو الطاقة المتجددة. فبهنيكم على التنظيم الرائع وعلى 2200 شركة موجودين وعلى كل الشركات الكبيرة اللي موجودة في العالم في مجال الطاقة موجودين. الميزة السنة دي في 2024 إن الأدبك بيتكلم على ربط الطاقة بالذكاء الاصطناعي. صحيح. وده طبعا قد إيه هيفيدنا في تخفيض الكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي، لان احنا عندنا كلنا مشكله جلوبال في العالم كلها في تغير المناخ و فالادبك السنه دي مميز لانه رابط الطاقه بالذكاء الاصطناعي. اليوم ايضا من بين المحاور اللي موجوده، ادبك يركز على الشباب وتنميتهم في هذا المجال، يركز على الذكاء الاصطناعي، ايضا الجامعات ودورها في مساقات وفي دعم الشباب لهذا المجال. بحكم خبرتك وأيضا مختص في أمور الشباب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، كيف ممكن أن ننمي هذه الأفكار وأيضا دعم الشباب في أيضا هذا القطاع في النمو بالنسبة للبزنس بصفة عامة، في تخفيضات مثلا دراسات وقطاعات معينة لخفض الانبعاثات وغيرها، يقوم الشباب ويكون صورة يعكس دور وجهود ونجاحات دولته. هي ثقافة، لازم نقول للشباب ان الذكاء الاصطناعي ما بقاش مستقبل، هو حاضر، واللي بيتأخر فيها يتأخر كتير جدا جدا. والذكاء الاصطناعي، التولز بتاعت الذكاء الاصطناعي هي بتساعد اي واحد في اي وظيفة ان هو يطور من نفسه ويقدر ان هو يبقى احسن، لان الوظائف التقليدية انا شايف في خلال 4-5 سنين هتبقى مش موجودة. وانا يمكن كان ليا الشرف، لان انا رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، عملت دراسة على مصر والذكاء الاصطناعي والشباب والتحديات والفرص. نعم. فطبعا اولا يعني استشهدت اول حاجة بالتجربة الإماراتية، لان انا ما كنتش دخلت تفصيلي اعرف ان الامارات مهتمة بالذكاء الاصطناعي، ولكن اللي انا شفته لما درست ودخلت ديب فيما حققته الامارات في تقدم في استخدامات الذكاء الاصطناعي صراحة حاجة مبهرة. يمكن يا حامد قعدنا 20 سنة نفتخر بتجارب اقتصادية كتير زي سنغافور وماليزيا، فلما بيبقى في دولة عربية قدرت ان هي تتقدم تقدم كبير جدا في حاجة لسه حديثة زي الذكاء الاصطناعي، فلازم نشيد بيها، ودي حاجة انا بفتخر بيها. لان لما بتشوف اي حد اماراتي او عربي لما بيتكلم معايا ويقول لي قد ايه بيحب مصر ويتمنى الخير لمصر، فبالتالي كمان احنا لازم نتمنى الخير ونبقى فخورين باي تجارب عربيه. فانا فخور جدا بالتجربه الاماراتيه لاني دخلت ديب في كل حاجه بتحصل هنا في الامارات فيما يخص الذكاء الاصطناعي. ف
فصراحة حاجة مبهرة جدا، لأنها من صفاف الدول المتقدمة في استخدامات الذكاء الاصطناعي ومحضرة نفسها كويس قوي للحاضر والمستقبل. أبرز اللي لفتك في دراستك وشفناها يمكن عبر مقاطع في السوشيال ميديا عبر الذكاء الاصطناعي، وكيف دولة الإمارات وصلت، الشركات الموجودة، الشراكات بين شركات عالمية، عندنا جي 42، عندنا كذلك شراكة مع مايكروسوفت بريسايت وغيرها. أول حاجة لفتت نظري، إحنا لسه تشات جي بي تي من 18 شهر، يعني احنا لسه بنقول انا في الصناعه استخدمت الذكاء الاصطناعي في 2014 في مصانع حديثه جدا، والناس قالت عليا مجنون، بس انا ما كنتش اعرف ان ده اسمه ذكاء اصطناعي. فمن 18 في شهر بس تشات جي بي تي ظهر، صح؟ انت عندك وزير الذكاء الاصطناعي في الامارات من 2017، يعني انت راجل مؤهل نفسك من 2017 ان في حاجه جايه هتبقى في العالم كله وهتبقى سابقه جدا اسمها ذكاء اصطناعي. فانت معين وزير من 2017. طبعا حجم الشركات الكبيره جدا والاستثمار في مراكز البيانات وانشاء جامعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركه زي جي 42 وشراكاتها مع مايكروسوفت، والزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وكل شركات التكنولوجيا اللي في العالم عملت مقابلات مع صاحب السمو والوفد المرافق، كل الشركات من انفيديا لمايكروسوفت لأبل لإيلون ماسك لمارك زوكربيرج ميتا، كل الشركات صحيح. كل الشركات بتتسابق ان هي تيجي تعمل هنا استثمارات، ودي حاجه جديده لما تلاقي مايكروسوفت استثمرت في جي 42 مليار ونص. هو مين اللي استثمر في مين؟ احنا دايما عندنا ان لا، جي 42 تروح تستثمر مع مايكروسوفت، بس مايكروسوفت جت استثمرت مع جي 42، دليل ان البنيه التحتيه هنا مؤهله جدا جدا لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ولان هي تبقى، ودي حاجه برضو زي ما انا بقول، اصل الموضوع يخوف. فانا كمصري لما الاقي الامارات متقدمه جدا في هذا الموضوع، فانا ببقى مطمن الى حد ما، حتى لو احنا لسه مش متقدمين زي الامارات، لان الامارات هتقدر في موضوع الذكاء الاصطناعي تحمي الدول العربيه، لانها لان الموضوع زي ما انا بقول لك، استخدامات الذكاء الاصطناعي والسباق اللي موجود مع الدول الكبرى ممكن ياخر ناس كتير قوي. فلما الامارات تبقى متقدمه في هذا الموضوع، انا ببقى مطمن انقل الخبره، وده اللي انا قلته في الدراسه، ان احنا عايزين ننقل الخبره. امبارح قابلت معالي الوزير عمر، وزير الذكاء الاصطناعي، نعم. عمر العلمة، راجل محترم جدا، وقلت له ان احنا التجربه الاماراتيه كحكومه كتشريعات ممكن ان احنا يبقى في تعاون بيننا، ان احنا ممكن ازاي ننقل التجربه دي لمصر، ومصر واخده خطوات كويسه الحمد لله، واهتمام هناك تعاون اداري تطويري فخامة الرئيس دائما وابدا، في دايما في يقول للشباب بلاش الوظائف التقليديه، اتعلموا كودنج، اتعلموا التقنيات الذكاء الاصطناعي، اتعلموا. فدي ثقافه لازم نعلمها لشبابنا كلهم، كل الشباب العربي، مش الشباب المصري ولا الشباب الاماراتي. صحيح. لان الدنيا بتتغير بوتيره سريعه جدا جدا جدا. لدينا مبادره اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هي مبادرة مليون مبرمج. هذه المليون مبرمج تم إطلاقها لمليون مبرمج على مستوى العالم العربي، دعما للشباب العربي، تعم الفائدة. دولة الإمارات دائما تطمح بالنجاح والتميز للجميع، الشقيق والصديق كذلك، يعني قطاعات كبيرة. وما لفتني في كلامك أن الوظائف التقليدية بعد فترة ستنتهي، والمستقبل للوظائف الحديثة. إذا ما ذهبنا بعيدا عن القطاع هذا والنفط والغاز وغيرها، أيضا هناك استثمارات مشتركة، وشفنا توجه، وغدا أيضا سيكون هناك معرض جلف فود في دبي، تستثمر في الذكاء الاصطناعي أو الشركات الموجودة، وأيضا في مجال الغذاء. طبعا القطاعات الأخرى موجودة، ولكن الغذاء والأمن الغذائي مع الذكاء الاصطناعي، ليش؟
أنا ما بستثمرش في الذكاء الاصطناعي، بس كل صناعة بقوم عليها سواء كانت في الحديد أو الأسمنت أو دلوقتي شركة لتصنيع الحاصلات الزراعية، بنستخدم كل التولز بتاعت الذكاء الاصطناعي في الشركة الجديدة. أنا بعيد تماما عن مجال الزراعي، ولكن أنا عملت تصنيع زراعي لأن مصر عندها زراعة ممتازة، عندنا فائض في الزراعة بنصدره. أنا عملت عملية تصنيعية للحاجة الفريش اللي بتتصنع بتتزرع وبتصدر فريش، بصنعها وعاملين كومبلكس كبير جدا فيه 6 مصانع كبار من كونسنتريت مركزات سواء موالح أو طماطم أو مالتي فروت أو 12 خط فريز دراي، وعندنا 4 خطوط QIF تجميد. المقصود ان احنا عايزين نعلي قيمة التصدير المصري بأدد فاليو صناعي. يعني لو انا بصدر طن مثلا ب $500 لما صنعه ممكن اصدره ب $2500، ودي قيمة مضافة. وانت عارف مشكلة العملة عندنا، فلازم كلنا نشتغل في زيادة الصادرات واحلال الواردات في مصر. طبعا برضو الذكاء الاصطناعي استخدامه، عشان برضو بمناسبة ادبك، استخدام الذكاء الاصطناعي هيزود الطلب على الطاقة بطريقة كبيرة جدا جدا. يعني من هنا لغاية 2030 احنا عايزين 150 جيجا وات، من هنا لغاية 2050 هيبقى الطلب كبير جدا على الكهرباء، مع ان انت عايز تعمل انخفاض كربوني عشان العالم والتغير المناخي. فاستخدام الذكاء الاصطناعي هيبقى فيه طلب كبير جدا على الطاقة بالذات الكهرباء، لان استخدام شات جي بي تي 10 أضعاف جوجل سيرش. لو انت فتحت شات جي بي تي كده بتستهلك كهرباء 10 أضعاف ما تعمل جوجل سيرش. فالموضوع كومبليكيتد شويه، بس استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن يقلل لك، يخفض لك الكربون اللي احنا عايزين نوصله مع زياده استهلاك الطاقه. ففي الصناعه نفس الكلام، لان انا راجل بتاع صناعه، فازاي ان انا استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا ازود الانتاج، اخفض التكاليف، موضوع الصيانة المينتننس ازاي تبقى تتعمل في الوقت المناسب، واهم حاجة تقليل الانخفاض الكربوني في الصناعة. فالذكاء الاصطناعي هيدخل في كل مجالات الحياة، في كل المجالات الحياة. انا بتكلم على الصناعة بس، لما بتكلم على الصحة، الزراعة، المالية، الطاقة، كل حاجة هيدخل فيها الذكاء الاصطناعي. فاحنا لازم نقلبه من حاجة ان احنا خايفين منها لحاجة ايجابية جدا نستفيد منها إن شاء الله. كل الشكر لك رجل أعمال أحمد أبو هشيمة في هذه المداخلة وهذه المعلومات، كل التوفيق وشكرا لك على هذه المداخلة. ومشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطية، ونذهب إلى الزميلة مؤمنة فاعور من إحدى جنبات المعرض وضيف جديد وشركة جديدة لك مؤمنة. أرحب بكم زملاء في الاستوديو، وأيضا أرحب بالمشاهدين. نحن نتواجد هنا في جناح إني الإيطالية، والتي تستعرض أبرز نماذج الستلايتات هنا في معرض أتيبيك 2024. هذه النماذج التي تركز على الطاقة المستدامة وطاقة المستقبل، لديها 4 أبرز من النماذج التي تستعرضها من الستلايتات، وأبرزها إني لايف التي قامت الشركة باستثمار أكثر من 11 مليار يورو في هذه الشركة، والتي تعمل على تحويل بقايا الخضروات والطعام والدهون إلى طاقة مستدامة وطاقة تستخدم في السيارات والبواخر البحرية. تقوم هذه الشركة بإنتاج أكثر من 1,600,000 طن من الطاقة سنويا. أيضا لديها بعض النماذج الأخرى التي تستعرضها هنا في هذا المعرض، نماذج ستلايت أزور وأيضا فان إنرجي وأيضا غيرها من الستلايتات والنماذج الأخرى. ولديها أيضا خطط مستقبلية لالتقاط الكربون وتخزينه في الأرض، وبالإضافة إلى إنتاج الكيماويات المستدامة. فنعود إليكم إلى زملائنا في الاستوديو. إذن مستمرين معكم مشاهدينا في تغطيتنا لهذا المعرض والمحفل العالمي، ومع ضيوفنا هنا في الاستوديو، وكذلك تغطيات في قطاعات متعددة. وفي هذه الأثناء أرحب بضيفي ناصر بن مفتاح الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترو ميدل إيست. رحب فيك سيد ناصر. واليوم يعني
أهمية مشاركتكم اليوم في هذا المحفل العالمي كشركة تتواجد في أدبك 2024؟ يا هلا وسهلا بكم. نحن كل سنة نشارك في المعرض. نعم. والحمد لله من فضل الله وفضل شيوخنا ومعازيبنا الأمن والاستقرار، الحمد لله كل سنة يزيد في المعرض المشاركة من شركات ثانية. نحن طبعا كل سنة نشارك، هذا ما في شك، شاكر بترو مدريست. نعم. كجروب ونمثل نحن شركات عالمية، منها شراكة ومنها وكلاء فوق 114 شركة ما شاء الله. والمجال هذا خاصة السنة هذه نحن عندنا شركة من أكبر الشركات الصينية اللي هي يسمونها جرح، هاي متخصصة في التكنولوجيا الرقمية في الأويل أنغاز. نعم. ومن فضل الله والحمد لله معانا مشاركة هي السنة. جديد الشركة اليوم في خلال التواجد. نعم، هي مشاركة العام الماضي والسنة. نعم. بس الحين إن شاء الله نحن خذنا مشروع كبير في أدنوك، وبكرة إن شاء الله بيكون الإعلان، الأخبار الطيبة يعني. الله يوفقكم دائما. اليوم أهم مشروعات الشركة الحالية اللي تقومون فيها كشركة إماراتية والمشروعات اللي تطمحون إليها في المستقبل. والله طال عمرك دائما في تكنولوجيا الجديدة دائما متكررة يعني. نعم. دائما وخاصة في مجال النفط في الأويل أند غاز وأدنوك، نحن وياها شركاء، نحن شغلنا 95% مع أدنوك من الشركات اللي عندنا، والحمد لله يعني مثل ما تفضلت قلت لك الاستقرار أهم شيء في هالبلد الأمان. الحمد لله رب. العالم كله يأينا مستثمرين من كل أنحاء العالم بدولة الإمارات وخاصة أبوظبي. كشركة في هذا المجال عندكم مشاريع أخرى خارجية أم أن أغلب المشاريع تكون داخل الدولة؟ والله في خارجية، بس نحن الحين مشغولين هنا، عندنا أشغال كثيرة ما عندنا وقت نطلع. ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة. أشغال كثيرة وأدنوك مو مقصرة يعني صراحة. داعم رئيس للشركات المحلية. نعم طال عمرك. نعم أنا دعم قوي يعني، خاصة نحن الحين متوجهين إلى التصنيع. جميل. تصنيع ميد إن يو إي. نحن الحين عندنا 4 مصانع تقريبا، 2 جاهزة. نعم. في أي مجال؟ في مجال الأويل أند غاز، بالنسبة حق الفالفز، كيميكالز، كلينينجز وغيرها. نعم. إذن كل التوفيق إن شاء الله لكم ولتواجدكم، وأكيد بنكون هناك معاكم في نتعرف على كذلك الشركات اللي موجودة ضمن هذه الشركات الإماراتية التي تعمل في هذا المعرض وتعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. السيد ناصر بن مفتاح الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترو ميدل إيست في قطاع الطاقة، كل الشكر لك. شكرا. شكرا لك. الله يحفظكم. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام تغطيتنا لليوم الأول من معرض ومؤتمر أدبك 2024، الحدث الأكبر والأبرز في قطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي تشرف بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وكذلك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالإضافة كذلك لحضور المسؤولين والخبراء والمختصين ومسؤولي الشركات العالمية والمحلية الذين تواجدوا اليوم في العاصمة أبوظبي وفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث هذه الدورة الفريدة والمتميزة من نوعها أدبك 2024، والتي تحتفل بأربعين عام من النمو والنجاح والاستمرار لهذا المحفل العالمي، واحد من أكبر المعارض في مجال النفط والغاز على مستوى العالم. واليوم مبادرات كبيرة وكذلك قطاعات جديدة يدخل فيها بالتركيز على الشباب، الجامعات، تخفيض الكربون، وأيضا دور الذكاء الاصطناعي
في دعم هذا القطاع وهذه الصناعة بما يتماشى مع الجهود العالمية للاستدامة وخفض الانبعاثات وكذلك خفض الكربون، وأيضا يبرز كل ما هو جديد في مجال النفط والغاز، التكنولوجيا، الشركات كذلك التي تتسابق عام تلو الآخر لوضع هنا وتواجدها في العاصمة أبوظبي لحضورها هذا المؤتمر العالمي. ورأينا كافة العلامات التجارية العالمية المتواجدة في المعرض المصاحب الممتد في أكثر من 16 قاعة من قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، بالإضافة إلى كذلك التكنولوجيا الجديدة، الحضور، العنصر البشري الإماراتي من مهندسين، مختصين، مسؤولين وغيرهم الكثير الكثير. إذن كانت هذه تغطيتنا عبر مركز أخبار قنوات أبوظبي، ومستمرين معكم في النشرات الأخرى وفي أيضا الحلقة المقبلة لهذه التغطية في الغد إن شاء الله، مني ومن طاقم العمل أفضل تحية، ودمتم في رعاية الله.